حد يقول لي لصناع الشوب ان انا جاهز عشان هو قال انا عايز اعملك مش عارف ايه يا استاذ جاهز اه حبيبي إيه. طيب احنا هناخد ماشي ما انا حافظه وبعدين اللي بعديه بعدين مسيه تمور اوكي يا استاذ ازيك يا استاذ ابراهيم اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك انت حسين ابن عم مهران لا يا فندم ده انا بس كنت معدي فقلت اسلم على حضرتك انت واضح انك ليك في الفن بترسم بتعزف حكايه الفن انا ليه في التمثيل يا سلام والله العظيم يعني بتحب التمثيل يعني جدا جدا شكلك فعلا ممكن تبقى في يوم من الايام طب ليه ما خدتش معهد مثلا في مسرحيه او سينما او بحاول تحب تبقى بطل فقره نار ضحك يكسر الدنيا يا ريت والله ايه ده حبر انا عارف انه حبر بس ليه يعني مش فاهم انا عملت حاجه غلط يعني حضرتك شايف غير كده لا انت صح بس عد طيب من 1 ل 10 وتشوف ده يحصل فيه ايه من 1 ل 10 اه يعني حضرتك تبوظ لي القميص لا عد 1 دم 2 دم 3 دم كده بس غلطتي 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 غريبة قوي شفت شفت سحر عشان لما اقول لك على حاجه اصل انت ايه افتكرتني ان انا ببوظ لك قميصك هي اللعبه كده هي اللعبه ببساطه وبلطافه واللي شاور لك عليه تروح مناوله اديك القلم اتفضل القلم ده بالجلده اللي تحت دي هتدوس عليه هيطلع كل الحبر في قميص اللي قدامك اوكي اوكي اتفضل عند شجرك اتفضل طبعا القلم اللي انا اديتهوله الحبر بتاعه مش هيطلع ابدا كابتن نعم ايه ده ايه ده انت جننت يا ابني انت ما تقلقش حضرتك ودلوقتي هتختفي حالا مالهاش ايه هتختفي حالا صدقني ايه مجنون انت ده صدقيني يا فندم هتختفي إيه حالا ايه اللي عملته ده يا خرابي يا إيه فندم صدقيني هتختفي حالا ده حبر طب انا ورايا مشوار اروح دلوقتي ازاي اروح كده ازاي دلوقتي هتروح المشوار بس عد لحد 10 هيروح هيروح 1 2 3 4 حضرتك بتستعجل قوي مستعجل اه بص بص على زي اللي ما حصل معايا قول 1 دم 2 إيه؟ دم إيه؟ دم 3 دم ايه ايه قول كده بس انت مجنون يا ابني لا انا مجنون ولا حاجه والله بتهزر تعالى ادي الاسم ايه ده انت بقالك 3 4 ايام على الطريقه دي بس ببص من فوق على السطح كده ماسك التلسكوب بتاع هشام ابن 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 وبتفرج لاقياك ماسك طوبه وتضرب الناس على قرنها او حبر وتطلقه ليه يا ستي والله انا اول مره اعدي من الشارع ده والله ابني فؤاد جه تعالى يا ابني هنا تعالى في ايه يا ماما شاور يا فؤاد الولد ده مسك قلم الحبر وراح بزقه كده على قميص بتاع فرغلي بتعمل كده ليه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده والله زي ما بقول لك كده انا ما بكدبش في حاجه انا هكدب ليه ولا هعمل كده ليه؟ ايه الراجل ده؟ قميصه ده اللي باظ هيعمل فيه ايه؟ اعمل ايه حضرتك طيب مش فاهم 200 دولار 200 دولار اه او 200 يورو بلاش دولار يعني مين اللي قالك تعمل الليله دي بقى؟ والله العظيم استاذ ابراهيم نصر زي ما بقول بس هو ما قالكش كده يعني طب حضرتك ايش عرفك انه قال لي كده ولا مش كده؟ انا عارف عارف هذا كلمه؟ اتفضل ايه ده؟ لا عادي ولا يهمك ثواني هو هيطلع عادي ولا يهمك بس استنى بس عد من 1 ل 10 هو هيطلع والله عد ايه من 1 ل 10 ايه؟ عد بس عد واحد من عد من 1 ل 10 والله العظيم هيطلع صدقني هيطلع القميص باظ لا ما باظش عد بس من 1 ايه ده؟ عد بس من 1 ل 10 عد من 1 ل 10 ده لعب حضرتك هو عد من 1 ل 10 وهتطلع هنلعب في الشارع يا كابتن انت ولا ايه؟ لا مش هنلعب بس عد من 1 ل 10 بس وبعدها هتطلع انت قلقان ليه؟ والله عد من 1 ل 10 وهتبص لها تلات على طول طب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هتطلع صدقني ده حبر ده معلش هيطلع انا عارف انه حبر بس هيطلع حبر سر هو هيطلع على طول طب ممكن هعد انا ما تعدش انت طيب انا هعد بص 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 دم طب بس ممكن حاطط سبيدي بس عشان اعرف بس اعد معلش سيب ايدي بس عشان ابقى مرتاح سيب ايدك معلش انا مش هبيتك النهارده غير في الاسم 1 دم 2 دم انت هتعيد من الاول تاني معلش يا ماما حضرتك لخبطتني معلش انا معلش استحملني بس 1 دم 2 دم 3 دم 17 دم 18 دم 121 دم 122 دم 123 دم هنفضل طول اليوم نعد في دم بقى ولا ايه؟ انا عجزت جنبك يا عميش الاشفر العميش الغالي
اللي انا جايبه لك من كوالالمبور. دفعت 121 دولار عشان اجيب له القميص ده من 6 سنين. انا حزين اخذ القميص ده، ده ليه ذكريات عندي ما تتخيلش يا ابني. تقومت بهدله له كده. انا اقول لحضرتك على اللي حصل والله، وانا قابلت استاذ ابراهيم نصر. ما تكذبش، هتديش من الاربعه دول واحد تجيب براخينك واتنين التانيين في براخينك. ايه اللي حصل بقى؟ ما قابلني استاذ ابراهيم نصر حضرتك. محروق بجاز. وبعدين ماشي حضرتك زي ما قلت بقى، هو رش عليا الحبر. ايوه قال لي ادي من 1 ل10. ايوه عديت من 1 ل10 وطلع. أيوه. وطلع هو قال لي قبلك اي واحد رش عليه. رشيت عليه؟ اه. وما طلعش اهو. طب وانا عملت كده ايه رايك؟ طب ليه حضرتك ايه رايك كده؟ طب ليه حضرتك كده طيب؟ وده برضو مش هيطلع. انا عايزك تمسك النضارة دي يا ابني. امسكها. هوريك ايه اللي هيطلع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما تقلقش حضرتك، ده حبر هيطلع على طول بعد ما تعد 10. انت اتجننت يا ابني؟ ما انا متعد 10 حبر هيطلع على طول. اطلع على طول. اطلع على طول. ايه ده حبر؟ طب حضرتك جرب كده. ما نشوف اخر 1 2 3 4 5 6. امال ايه ان شاء الله؟ عد 1 بوم 2 بوم بوم. اه بوم. ايه انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ عد بس كده. عد كده بس. اعد كده. عد كده بس. انا مش مجنون زيك عشان عد كده. فاضيين لك عشان تعد مش تعد. خلاص عد. انا تعد انت. عد يا اخويا. 1 بوم 2 بوم 3 بوم 4 بوم 5 بوم 9 بوم 10 بوم. ما راحتش. بتهرج. بتهرج. ممكن نجرب تاني عادي. نجرب تاني ايه؟ نجرب تاني. تجرب تاني ايه؟ القميص يبوظ كده؟ في ايه يا جماعه؟ استاذ ابراهيم نصر. اي ايوه ماله ده؟ قال لي رمى علي حب. رمى عليك انت؟ اه. فين يا كداب؟ ما هو طلع لما عديت من 1 ل10. تعالى اقف هنا اهو. ما تتحركش من مكانك. عشان انا ما احبش الكذب ولا الكدابين. هو قال لي كده. طب وتعمل كده ليه فرغل؟ ما انا افتكرت الحبر هيطلع زي ما حصل فيا. ابني فؤاد جه الحمد لله. تحكي لي الحكايه من الاول، ايه اللي حصل بالظبط؟ عايز اعرف. انا قلت الحكايه مليون مره. لا انا عايز اعرفها دلوقتي قدام ابني فؤاد. الحكايه ان استاذ ابراهيم نصر قابلني ورمى عليا حبر. ايوه. والحبر بعد ما عديت 10 طلع الحبر. ها ازاي؟ عديت قلت 1 بوم 2 بوم 3 بوم 4 بوم 5 بوم 6 بوم 7 بوم 8 بوم 9 بوم 10 بوم. ما انتش عارفني؟ ها؟ لا. ايه؟ لا. ناسي. ناسي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. تضمنونا باي حاجة حضرتك؟ في ايه عندك؟ لا انا كل حاجة موجودة حضرتك، لو انت عايز منين ممكن، لو عايز فراخ بط حمام. دي واحد كباب وواحد فراخ بانيه يا صاحبي. فين الفراخ؟ الفراخ هنا. هنا؟ اه حضرتك اتفضل. الف هنا اتفضل. يا رب يا فندم الاكل يكون عجب حضراتكم. لا لا لذيذ ممتاز. جميل جميل. لا جميل بصراحه. طب احنا علشان لاست اوردر حضرتك. جميل. فبس بنطلب من معاليكم انكم تقولوا لنا تشربوا ايه ساعه صوتكم. تشربوا ايه؟ تشربوا ايه؟ اي حاجه برتقال. اي حاجه فريش يعني عصير فريش. بس ده لاست اوردر حضرتك، اجيب لك اي حاجه فريش. اوكي ماشي. طب بليز حضرتك عشان الحساب. كام الحساب؟ من غير العصاير 75. ميرسي زو حضرتك. ميرسي يا هاني. اتفضل. فرصة سعيدة جدا. دي كادو من محل حضراتكم. أهلا وسهلا. ميرسي. ميرسي. اتفضل. شيل كل بقى الحاجات اللي موجودة. هاف ا نايس تايم. باي. باي. في باب تاني طيب هنا بقى ولا ايه؟ شوف كده يمكن يكون في باب تاني. يا مير يا جماعه اللي موجودين هنا. امر شوف حاجه نبدأ. انا اعمل ايه؟ هو اهدي طيب انا معاك اهو. يا باشمهندس انت يا حيوان اللي موجود هنا. ايوه يا ادم يرد عليا.
وبعدين؟ طيب ب60 نيلة بقى. احنا ايه اتحبسنا هنا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. استغفر الله يا رب. مفيش أي حد، مفيش أي حيوان حتى أكلمه. يا سادة! مش هينفع كده بجد، انا اتاخرت. ايه دي يا ماما؟ انت الحيوانات اللي هنا. ما انا بندى، ما فيش اي بهيم راضي يرد عليا اصلا. ايه دي يا رنا؟ ايه ده؟ انا قاعد في المقام ده هنا ولا انت نايم؟ ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت يا استاذ، انت كلمني. ايوه حضرتك. انت نايم هنا ازاي اصلا؟ دلوقتي مش مستر تيمون مؤخري قالك هاب الايس تايم. مين مستر؟ في واحد قال هاب الايس تايم. العدة دوت. انا دلوقتي جيت قعدت عندكو وعايز امشي، الاقي الباب مقفول عليا. احنا دلوقتي عايزين نخرج، افتح لي الباب. انا مش فاهم منكم حاجه بصراحه. يا انت هتلففني وراك المحل. ما انا مش فاهم. افتح لي الباب، عايز اخرج. الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي انا هنكتبه. حضرتك ما تقدرش تكسر حاجه. هنكتبه وعلى دماغك. اتفضل اعمل انت عايزه، انا تحت امر حضرتك. يا عم ما تعمليش كده، افتح لي الباب. انا مش هقدر حضرتك. افتح لي الباب. بص بقى انت عملت ايه؟ ازعجت زمايلي نايمين. طب انت حط الباب زمايلك دول. ايه ده؟ لا 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 لا. احنا فين هنا؟ مستشفى المجانين دي ولا ايه؟ يا عم ازعجت مين؟ انتوا ايه اصلا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ كنا نايمين. ما تكلم انت ولا في ضهري يا بخور. دي انا لسه لازم اتكلم معاك. يا عم استنى، ما بتكلمش معاك. يا بيه قلت لك جمله ما فهمتهاش. ايه هي؟ لا انت ولا الاخت رانيا. يا عم مالكش دعوه برانيا، ما اسمعش رانيا. يا اخت رانيا حضرتك مش ممكن. انت ما تقدرش اسمع على لسانك. ايه اللي انت مالك فيه؟ ايه ما انا بكلم حضرتك. انت مجنون؟ مجنون؟ تفتح لي الباب دلوقتي. ما تكلموش يا رانيا. عمرو ايه؟ ارجوك ارجوك. انت مش عامل حاجه، عمال تتكلم كده وخلاص. طب انا اعمل ايه يعني؟ افتح لي الباب اصلا. حضرتك عايز تضربني؟ اتفضل. مش هضربك. افتح لي الباب. سيبوني على حق. انا هكسر لك الباب ده لو ما اتفتحش. يا باشا كسره، احنا تحت امرك. دي لازم تروح بمعاك، وانت ما تعرفش ابويا يبقى مين. دي ابويا مين؟ ابويا مين؟ لا انت ماكش. افتح الباب بقى وانا اوريك ابويا يبقى مين. المحل ده هيتقفل، المطعم ده هيتقفل على الحوض. المفتاح مع مين؟ ثانيه واحده. كلمني المفتاح مع مين؟ نسر رانيا. ابوك مين؟ سيب العيال. ما تقولش اسمي. المفتاح مع مين؟ مع ميسيو ليمون. فين ميسيو يوسف؟ روح. نمرته كام ميسيو يوسف؟ هات الموبايل انا اطلبه. خد الموبايل اطلبه. حضرتك بيتفتح المكان هنا الساعه 9، ده اللي انا عايزه. ايه؟ 9؟ 9 صباحا. 9 ايه؟ 9 صباحا. استني بقى. ايه ده؟ استني، ما احنا هنجيبه من بيته اهو. افتح. اهدي يا ماما. مش ليمون. استغفر الله العظيم. ليمون دي سيانس دي شانس دي. اتفضل الهبل بقى والعبط. ايه اللي بيقوله ده؟ يلا ما هي نعصاه. ايه بقى؟ ايوه الموضوع. بص الموضوع انتهى. ايوه ازاي؟ خلاص الموضوع انتهى. ازاي؟ عرفني بقى ازاي انتهى. الخروج الساعه 7 مش 9 حضراتكم. ما فيش مشكله. الساعه ايه؟ الساعه 7. ايه ودي باك في الشارع؟ بص بقى انت واعي اللي انت بتقوله؟ انا هقفل لكم ام الزفت ده. هو انت عشان ده محل محترم ما ينفعش الجو على الزباين. وبعدين يعني انت مش ناوي تفتح الباب دوت؟ انا اللي عايز اعرفه. بص بقى باباكي مين؟ الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي خليتك سودا زي وشك كده. انا عودتي باباكي مين؟ خليتك سودا زي وشك. باب مقفول. انت اللي بره. باب. انت اللي هنا. مفيش حد موجود هنا. ايه كان ده ولا مطعم؟ دلوقتي اوامرك ايه يا باشا؟ عايزين نروح. ايوه معلش عايزين. انت هتنام وهتنامنا جنب منك. عايزين نروح. ما احنا هنروح كلنا يا باشا. يعني هنبات احنا؟ انتوا ميتين في المحل. انا هنبات احنا. انا هقول لحضرتك. دكان ده ولا مطعم؟ انا جاي اتعشى وامشي. عايزين نخرج، عايزين نروح. ما تخليش الراجل ده زعقني. مالكش دعوه بالراجل ده، تعالى في عليا المخروبه دي. بيزعق لحضرتك. معايا زعق من حاجه زعق. لا انا كنت دفعت فلوس عاوز اروح. لو لو انت بقيت من المحل عاوزين نروح احنا. انت عارف ان ده بايد حضرتك وانا مانع. انت مش شغال هنا؟ لا انا شغال هنا بس انا مش بمانع. عارف كل حاجه، افتح لنا الباب بدل ما اكسره على دماغك. هقول لحضرتك اكسره على دماغك. مين المعلم بتاع ريمون؟ وفين هو ريمون؟ في البيت حضرتك. طب هنجيبه منين ريمون؟ افتحنا الباب انت اتكسر. هتفتح الباب ولا بلغ البوليس دلوقتي؟ ويخلص بالتليفون. خلينا نمشي من هنا يا عم الحاج. ايوه الو مش ريمون؟
ليهون اللي يهدد الفستان؟ هاي قول له رابون وقول له بتاعه وقول له مش عارف ايه. بص يا عم الله يخرب بيتك خلص. هقولك على كلمه. بقولك خلص. هقولك على بقولك خلص. هات التليفون. هقولك هات التليفون. هات التليفون. هكمل معاك. انت راجل كبير. هات التليفون. كمل مع رامون عشان نخلص. حضرتك الكارت خدت مفتوح. حاضر يا بيه. اصل القرعه تتباهى بشعر بنت خالص. بلا قرعه بلا خرع. ايه اللي جاب القرعه هنا في المطعم ده؟ هات التليفون لو سمحت. بيقول لحضرتك ممكن يجي. اقفل التليفون. ممكن يجي يفتح لكم. من هيجي يفتح لكم؟ ده انت ده الساعه 7. هتفتح الباب ولا مش هتفتح الباب؟ هنا في تكييف حضرتك جوه. ما ينفعش. مش عايزينه. طب في بالي ممكن ما يلزمناش. عايزين نروح. قوم افتح الباب. كل حاجه في بيتنا. قوم افتح الباب لو سمحت. عايزين الباب يتفتح ولا نكسره؟ طب ثانيه واحده. ولا نكسره ولا حاجه بقى. انا هتكلم مش وبيلي بابس. يا رب بقى الاكل لا لا لا, لا, لا تمام الحمد لله الحمد لله. لا انا بزباين عندكم ان شاء الله. لا وفي كمان دلوقتي عشان لاست اوردر اجيب لحضرتك عصير على حساب المحل. حضرتك يا سيدي كتر في خيرك. شكرين. 16 جنيه بس يا فندم. ماشي الله يخليك. طب حضرتك ليك باقي لا ده عشان ليك باقي باقي عشان. طب اشكرك متشكر جدا جدا. هاف ا نايس تايم. باي 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 باي. ايه ده؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ انا لوحدي هنا؟ ايه ده؟ انت عمال؟ انت عمال؟ الله 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 الله. احنا اتحبسنا هنا ولا ايه؟ في ايه هنا؟ انت عمال؟ انتوا يا عالم اللي هنا، انتوا يا بشر. استغفر الله العظيم وكل ذنب. مفيش بني ادمين هنا؟ حد رد علينا. ايوه ايوه ابدا يا ملانا. ايوه ابدا يا دكتور. ايوه رد عليا. مين انا؟ اسمه ايه يا محبوس؟ ايوه انا جاي اهو. انا جاي اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت لابس كده ليه؟ يرضيك حضرتك الناس والكلام ده؟ هو انا زعلان ايه؟ مالينا مالينا مش هحط تنام على دماغه. افتحوا لي الباب. طيب ده حضرتك دلوقتي بس عشان نتفاهم. مش رومون هو اللي قفل حضرتك بره. انا ما قفلتش حضرتك. ولا مش رومون ولا حطران ولا زفت. اتصل عليه شوفوه لحسن ناخد بقى. هل من ممكن حضرتك تبيت معانا والصبح؟ ايه يا اخويا؟ تطلع الساعه ايه يا اخويا من هنا؟ انتوا فاتحين ارقام ده بقى على كده بقى؟ لا حضرتك. يبقى كل يوم بقى زبون بتعملوا فيه كده هو؟ لا يا فندم. ايه انام معاك؟ يا فندم لما اقول لك اسيب بيت وعيال عشان انام معاكم؟ دي اشكال دي واحد ينام معاها. انت ممكن لوحدك دلوقتي بجامه صغننه كده؟ بجامه؟ اتصرف. اكسر الباب لا اكسرهولك. حد لما عتب لكم المطعم ده وعمل لكم صبحه واصحى بره هنا اهو. الو ايوه ايوه مش رومون. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا. انا مرتاح كده عشان خاطر. انا مرتاح كده. ميسي رومون لي فونتي سان فرانسي. لا اتكلم عربي يا حبيبي عشان افهم بتقول له ايه. عشان حضرتك هو ما بيعرفش غير فرنساوي. حضرتك قول له بالفرنساوي اللي بتتكلمه ده بالعربي اللي انا بقوله لك. هولع في المطعم هكسر الدنيا كلها. ميسي رومون بي دوت سيبي كونسين ادي فوتي المطعم تشوف اوف سبون اتيز. زعلان الراجل زعلان. زعل لما سمع كده. انا قلت له نفس الكلام اللي حضرتك قلته بقى واخد على خطر. والحل ايه بقى لا مؤاخذه؟ طب استناني بقى. مش عايزك تزعق عشان هو ما اداش عشان خاطر. طب اديني بقى الموبايل لا مؤاخذه وانا اتصل بعيالي يجوا دغدغوا الدنيا هنا هو بقى دلوقتي اخليها كلها تراب. بص يا متر بنجيب من الاخر 5 ثواني ويتنفس خروجي دلوقتي حالا من مطعم الزفت ده. حاضر. مفيش هولع لك فيه. حاضر ماشي. حاضر. انا واقف اهو وهمسك ال5 ثواني بالساعه وبالثانيه. شكلك رياضي. رياضي يعني بتلعب رياضه او حاجه؟ مين اللي قال لك رياضي؟ انت مش رياضي؟ لا مش رياضي. طب انا اسف ما تزعلش حقك عليا. بتشجع عين هنادي بقى؟ بشجع الاهلي. اهلاوي؟ ايوه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. خليك بقى. خد يا ريس يا ريس يا ريس. انت
انت طيب. يا راجل انت خد انت بتقول لي حاجه زعلت خد يا جدع انت ما قلتلوش حاجه بيقول لي انت ايه بقولت له انا اهلاوي راح ربطني في المكسور دي ده انا ابويا ما ربطنيش اتربط في صندوق احنا اللي هناك كده على الرصيف ما نعرفش عايز اعرف هو فين ما نعرفش احنا فين هو درجه شران ساكن فين طيب ما نعرفش برضه درجه شران يا عم انت يا جحش انت يا بقره انت يا فيل يخرب بيتك وبيت ابوك في واحد سعيد يتربط في الدنيا يا اولاد الكلاب امال ايه يعني هتضحكوا علينا انتوا امال الطبيعه دي نفسي اعرف فين هو طب ابن الفرطوط ابن الجزمه دي فين يا دراعي يا فين راح طيب قول لي قول لي راح فين طيب ما اعرفوش يعني طب قول لي انت راح فين ما اعرفوش وانت يا انت انت بتبص لنا راح فين راح فين يا راح فين يا اولاد الكلاب طب قول لي راح فين ماشي خليني في الليزه السوداء دي هكسرك من الدنيا كلها هني خلاص يا انت هو يا دي اولاد الكلاب فين هو الراجل اللي كان قاعد هنا ده فين هو ايه فيه ايه فيه ايه مالكوا يا رجاله انت مين انت انا صاحب الفرش وصاحب الحاجه دي وكل الرجاله دول تبعي تبع الكافيه المكسور رقبه اللي كان قاعد هنا ما تشتمش الناس وعيب واحترم نفسك عيب يا عم عيب يا عم ده انت راجل بلديات زي بس يعني يرضيك انت كده طب احكي لي ايه اللي حصل اللي حصل اللي انا جاي عشان نورني ام دي واحد كنا هنا وبقول لي انت اهلاوي قلت له اهلاوي راح رمى اللي بتاع اللي في ايديه وجرى انت ايه اللي خلاك تقول له اهلاوي امال يعني اقول له ايه قول له انت زي اقول له عنوت ايه لا تقول له زملكاوي فيه ايه يعني ايه يعني الزمالك والاهلي ده ايوه يعني عشان هو زملكاوي يرضيه يا عم انا راجل لابس جلابيه مالي ومال الاهلي والزمالك عشان يربطني الرابطه الطين دي صلى على النبي احنا ناس صعيده زي بعض وانا صعيدي اما اقول لك ايه وانا صعيدي شوف لي الحمار اللي كان هنا خليه يفك المصيبه اللي دي. كان هنا ماشي الصندوق ده ثمنه 500 جنيه 500 جنيه ايوه بالمونة اللي فيها تدهم لي هسيبهولك يا حلوه يا حلوه امال ايه 500 جنيه دي اجيبها منين ال 500 هتجيب لي صندوق 500 جنيه كمان انت في ايه يا ريس انت انت هتمد ايدك عليا يا عم خليها بص هتمد ايدك عليا اقول لك ايه خلي انا لغايه دلوق ما مديتش ايدي عليك لحد النهارده اما اقول لك ايه النهارده طب هفهمك حاجه نعم عشان انت زعلان خلص بس يا ريس في الليله السوداء دي لانك انت قريبنا وبلديات نعم اخدك قول. عند السباك يفكها ليه وانا دوره ميه سباك يا عم السباك باله مال دوره الميه امال ايه يعني امال هم يعمل ايه السباك يعني السباك عنده ايه عنده منشار شاكوش عنده شيء يعمل بيه حاجه طب خشب خلينا نخلص المصيبه دي طب خلاص 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 اخدك عند الميكانيكي محمد هو انا عربيه عطلانه هتقول لي ميكانيكي يا ريس ده كلام ما يخشش دماغك انت فيه ايه بالظبط عايز مني ايه يعني قول لي بقول لك ايه هي انت اقول لك ايه انت عشان خاطر ربنا خلص اوعى يدك تتمد لان معايا رجال يسدوا عين الشمس احنا انت معاك رجال احنا مع انا اطراف يا عم خلص ابوس يدك يا عم غير ما تبوس يدي انا اللي ابوس يدك ما تخلص في ليلتك اللي مطينا بطين دي يا عم ايه ده هو انت بس اللي بتعرف تجلع اها اها حضرتك اهلاوي بقى ولا زملكاوي زملكاوي اجدع ناس يا باشا اجدع ناس زملكاوي مش ايوه زملكاوي في حاجه ولا ايه ولا في حاجه ولا في حاجه خالص ايه يا عم خد هنا انت رايح فين طب فهمني انا عايز اعرف امشي ازاي قوم انت واحد اندهوله ده راجل شران شران ازاي يعني وانا امشي ازاي كده ما تفهمني انا ابويا جزار وعيلتي كلها جزارين في ايه مالنا احنا يا عم ملناش دعوه ما نعرفوش راجل شران طيب احنا طب ازاي يعني يعني احنا عايز اعرف ازاي انا مال انا طيب ازاي يعني انا مال انا طيب يعني عايز اروح ازاي امشي ازاي ما تكلمني يا عم قول لي في مش حافظت امك هقعد عليك يا عم معرفوش امال ايه امال ايه انا معرفوش امال ايه هتضح انا معرفوش امال ايه ما كسبتوني ليه كده عشان قلت زملكاوي انا عامل دلوقتي مفيش حاجه يا ابني قوم اعمل اي حاجه هات شاكوش اي حاجه خلصني يا عم في الموضوع ده بس مش كفايه بقى دغدغتني خالص مش انت كبير الليله دي انا ما عنديش ذنب انا بقول لك ازاي يعني انا بقول لك راجل شران راجل شران ازاي يعني يا عم بقول لك انا عايز اعرف شران ازاي هتخليني ماشي كده على طول يعني طب انا مالي ما تدور ماشي ازاي يعني اعمل ايه ما انت كبير وكلهم عارف لا انا مش كبير لا انا عندي احساس ان انت عارفه كبيرهم يا عم عارفه انا ما اعرفش حاجه ازاي يعني انا بقول لك ما اعرفش حاجه ازاي ما تعرفش انا عارف انت معاك المفتاح في ايه في ايه واحد ربطني وماشي وهو ده عارف ان فين معاه مفتاح يا جابر قوم انا صاحب الحاجه دي كلها انا ساعدك قوم انا ساعدك اهو الحمد لله
ده انت وحش الوحوش. انت عايز افهم بس، تعرف تحكي لي حكايه من الاول؟ قول لي ايه اللي حصل. انا جيت لمعت الجزمه منه. انت جيت ايه؟ جيت لمعت الجزمه لقيته فاضي. ايه؟ فبقول له انا زمالك. بيقول لي انت بتشجع ايه؟ بقول له بشجع الزمالك. ليه؟ ليه ايه يعني؟ ليه تقول له كده؟ ليه يعني؟ عايز اعرف. ما هو انت هتعرف. الله، يعني انت ما حسيتش ان هو اهلاوي؟ ما اعرفش ليه هو كاتب على ظهره. بص هقول لك على كلمه باختصار. خالي وخالتك وتفرجوا الخلايا. ايه خالي وخالتك وتفرجوا حاجات دي في فرح؟ واد غلبان ودماغه طاقه على نفسه يا عم. امال علينا امال رجلينا دي نعمل ايه؟ هقول لك على كلمه نحل الموضوع. خد الصندوق ب 500 جنيه بالبضاعه اللي فيه. ليه اعمله ايه؟ احطه عندنا في المطبخ؟ احنا جزارين يا عم. طب انا اجيب مفتاح منين؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اخدك على عربيه نص نجل ونروح عند ميكانيكي. ليه؟ بقر انا هتوديها وتفسحها ولا ايه؟ وديتني للسباك والنجار ونقاش ولا وديتني هنا ولا ايه؟ عملت فسحني يمين وشمال وخلاص. طب انا بقول لك اشتري الصندوق. فيه ايه؟ اشتري ايه بس وزفت ايه؟ انا عايز اخد منه خلاص. هعمل لك حل جميل. ماشي وريني الحل ده اخره معاك ايه؟ وريني رجلك. اهو ارفع رجلك، ارفع رجلك. ده خف جمل، ده مش رجل يا راجل. اديني ايه؟ فتحتها لك اهي. انت سايبني كده قاعد من الصبح وقاعد ومربوط في رجلي ومعاك المفتاح يا اخي؟ ايه ده يا ابني؟ خلاص. طب بص بص بص. ايه ده يا اخي؟ هفهمك هفهمك. امال ايه؟ طب فهمني. هفهمك. ايه؟ السلام ورحمه الله يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده حته الجلد دي ما تلقاهاش دلوقتي. حضرتك حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. حضرتك زملكاوي؟ قلت لي حضرتك زملكاوي. زملكاوي. انت يا عم، انت هو فين صاحبك يا عم؟ انت يا عم، انت قلت له حاجه زعلي يا عم؟ ما قلت بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ اتفاجئت. بقول له زملكاوي اتفاجئت، راح كلبشني كده. يا ابني صرفوا يا ابني، اعملوا اي حاجه. السلام عليكم يا رجاله. لموا الصناديق والمونه يلا عشان تحطوها على الترسك. يلا ايه ده يا عم انت؟ ايه ده؟ شوف يا عم انت، الراجل اللي كان قاعد هنا دوت ربطني. انت بهدلت الصندوق كده ليه يا عم؟ بهدلت الراجل اللي كان يعني الصندوق ده انت عارف تمنه كام حضرتك لما تكسره؟ بهدلته يا عم. انا مالي امال تمنه؟ هديك تمنه بس اتصرف فكني. وانت قاعد ليه كده؟ قوم قوم يا ابني. اسندك اهو، اسندك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه يا عم؟ ما انت شايف في ايه؟ ما هو مربوط قدامك اهو. الراجل اللي كان معاكم هنا دوت ربطني ومشي. الراجل اللي كان هنا؟ ايوه يا عم، صاحبكم اللي كان هنا. قولوا له نعسان. صحوه يا اخويا. انا نعسان ايه يا اخويا؟ بقول لك نعسان يا عم. صحيه. ما ينفع. بقول لك نعسان يا عم. صحيه يا عم. يا عم صحيه يا عم. انت مش فاهم، هو الواد نعسان اللي عمل فيك المقلب ده. طب تجيبه لي من تحت الارض. انا جيت واقف بلمع الجزمه. لقيته بيحكي معايا. انا قلت مين ده اللي بيحكي معاكو؟ هو زفت سعفان ده ولا نحسان ولا اسمه ايه؟ لا اسمه نحسان. نحسان نحسان يا سيدي. بيحكي معاك بيقول لك ايه؟ بيقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له زملكاوي. ليه؟ يا عم انت ليه يا عم تقول له كده ليه؟ ويا جريمه يا عم انت لما اقول له زملكاوي. يا عم هو اهلاوي. انا خلاص اتخنقت. هتكسر الصندوق. هكسر وهكسر ابوه كمان. خد الصندوق كله ب 500 جنيه، دي مش فلوس. هعمل بيه ايه الصندوق ده؟ لو سرحت بيه عيل بيعمل لك في اليوم 150 جنيه. يا عم انا راجل مهندس، اسرح بصندوق؟ حضرتك طالب مني ايه؟ رب. اعمل ايه؟ تفكني دي. هو انا اللي قفلتك؟ اتصرف. مش انت المعلم بتاعه؟ انت عارف انه مجنون بتشغله معاك ليه؟ انا عايز افهم. وبتقول انت... عمل الحكايه دي ثلاث اربع مرات قبل كده، ليه سايبه؟ الصندوق ده ب 500 جنيه نحل الموضوع. طب ماشي هديك اللي انت عاوزه بس نخلص. لا انا سيبهولك. انا دي. مش عايزه ولا عايزه ولا عايز القفل. انت تصرف فيه انت. اتصرف انا بمعرفتك فيه. انت اديني 300 وانا اخد المونه. اديني بديك حلول. الله. كم حل حضرتك دلوقتي قلتها لك؟ انا بقى نحكي احنا بقى. انا عاوز افهم. هفضل في الليله السوداء دي كده كتير؟ ازعاج لي ليه؟ انا راجل بل... يا كابتن. كابتن. حضرتك مش مبهيلي انا؟ ايوه. مش حضرتك ابن مصطفى البقال بتاع ال... لا والله انا مش ابن مصطفى. انت جبنا رومي؟ لا والله مش انا. امال اسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي احمد حضرتك. احمد انت هنا من حتة يا احمد؟ لا والله انا كنت عند واحد صاحبي حضرتك في زياره ومروح. ايوه كنت. طب عايز اديك حاجه يا احمد.
ليه انا حضرتك؟ اه يا ريت انت انت ولد مؤدب وكلك ذوق. خد امسك. شكرا حضرتك. دي ليه انا؟ عليك انت. كنت طالبه منك طلب صغير. يا راجل بتاع البوسطه جاب الجواب ده. انا بس عايز حضرتك تقراهولي لو تكرمت بعد اذنك، لان انا يعني نظري بقى على قدي. معلش حضرتك. مع ان انا كنت بطله رمايه زمان. زمان بقى معلش حضرتك. كنت بطله رمايه، نشي النشان يعني كده طوالي. ربنا يديك الصحه. الله يخليك، اتفضل حضرتك. الجواب ده لحضرتك؟ مش سامعاك، في حجره تحتيك ممكن تطلع عليه. ايوه شكيله قوي، معلش عشان مش سامعه صوتك يعني. الجواب ده لحضرتك؟ ايوه ده جاي لي انا حضرتك. حبيبتي وديده. مين ده؟ حبيبتي وديده. ممكن تعلي صوتك سنه؟ حبيبتي وديده. ايوه سمعتك سمعتك سمعتك. اليوم اللي بيعدي عليا من غير ما اشوفك ما بيتحسبش من عمري. بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. علي صوتك شويه يا ابني. بحبك قوي. ايوه ايه ده؟ يا نهار. يا في ايه؟ يا ايه يا استاذ؟ في ايه حضرتك؟ في ايه؟ ده ابني ابني شافنا. ابنك حضرتك شافنا؟ انا بعمل ايه حضرتك؟ شافنا يا احمد. شفنا؟ طب انا ما شفنا حضرتك، احنا بنعمل حاجه غلط يعني ولا ايه؟ مشي جورج دي كونفيستونس دي كي دي جون. يا استاذ يا مسيو جورج، ما بيفهمش عربي حضرتك. ما طب حضرتك فاهمين ان انا مش غلطان في حاجه. انا جايه لك يا استاذ. حضرتك انا ما في ايه حضرتك؟ قسما بالله ما عملت حاجه. احمد ولد طيب يا ست. شكرا. انت انسان رقيق وطيب. ربنا يخليك. شكرا. ومحترم. طب شكرا حضرتك. لانك ايه ما دخلتش من الشباك، انت دخلت من الباب. دخلت من الباب اعمل ايه حضرتك؟ انا ماشي حضرتك. ندعت عليا يا استاذ فهد حضرتك. انا ماشي حضرتك. قالت لي ايه الجواب ده؟ انا قلت لك ايه؟ قلت لي ايه الجواب فيه حضرتك؟ انا قلت لك. انا قلت لك ولا انت اللي بتقولي؟ انا جايب لك معايا الورده الحمراء. انا قلت لك ورده حمراء؟ الورده بتاعت حضرتك ايه؟ خدي الورده يا استاذ. لو سمحت حضرتك في كلمة، مش بالطريقه دي. في كلمه واحده عايز اقولها لك. طب انت مش قلت لي ربنا يسهل يا رب وفؤاد يتجوز والبيت يفضح ونتلم على بعض ونقعد؟ ما حصلش. عايز ايه؟ عايز امشي. انا مش بالطريقه دي كده معلش. عايز ايه حضرتك؟ عايز امشي. اؤمرني حضرتك. عايز ايه؟ عايز امشي. ايه؟ امشي. انا مش هاجي الشارع ده تاني معلش. انا اسف انا غلطان. ايوه ما احنا بعد كده لو انت هروح شقتك ونتجوز فيها يبقى مش هنيجي هنا يا ستي. ولا تتجوزي ولا تعملي حاجه. انا عظمي زي الحلاوه الطحينيه. عارف والله ان عظمك زي الحلاوه الطحينيه حضرتك. طب ايه ده بتقول ايه حضرتك؟ انا عارف ان عظمك زي الحلاوه الطحينيه. انا عظمي ماله؟ زي الحلاوه الطحينيه. انا ما اعرفكيش يا ستي، انت شفتيني قبل كده؟ امال انا عايز ترتبط بيا ليه؟ ارتبط بيكي مين حضرتك؟ حضرتك انت قد ام امي. مش كده قد ام امي يعني. مش كده مش بالطريقه دي. انا كل سني 74 لسه ما كملتش 75 سنه كمان حضرتك وتقولي لي ارتبط بيكي؟ حضرتك انت عارف حضرتك انا عندي كام سنه؟ كام سنه انت؟ انا عندي 22 سنه. لا جورج دي زاد فاضي تفاضي غبا اجازه تي في دي غازي ودي فو تراجي. لا. لا 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 عارف انا بقول له ايه؟ نعم حضرتك. انا بقول له ايه؟ واضحه يعني بتقولي له اضربه. بس الجواز بالاتفاق يا ستي. جواز ايه؟ اتجوز واحده قد ستي؟ حرام عليكي. ايه ده؟ اتجوز واحده قد ستي؟ مش سامعاك. اتجوز واحده قد ستي؟ عيب يا واد ما تقولش كده. يا ستي حرام عليكي، حرام عليكي اللي بتعمليه فيا ده. انا عملت لك ايه؟ عملت لك ايه؟ في ايه حضرتك؟ حضرتك انا عايز امشي بقى. حرام عليكي اللي بتعملوه فيا ده. انت عارف الشقه كام اوضه؟ يا ستي انا مش عايز اعرف. لا اسال سؤال. كام اوضه؟ جوه هنا؟ سته. طب يا ستي شكرا ربنا يخليهم لك. امشي انا بقى. تخلي ايه؟ الاوض. اخلي ايه؟ ربنا يخليهم لك. ايه هما؟ الاوض. ايوه انت عظمك زي الحلاوه الطحينيه. نعم؟ عظمك زي الحلاوه الطحينيه. عظمي ماله؟ زي الحلاوه الطحينيه. انت انسان لطيف. شكرا يا شكرا يا ماما. انت بتقول ايه؟ شكرا يا ماما. ماما؟ ماما ايه؟ موي لما شتحت. شكرا يا حاجه. شوف دي فور كونستيتي فاتي با ودي فيسيون. خلاص هم بعد هم مالك. هقول لك انا الحقيقه. ايوه مش حضرتك اوعي ايدي بقى كده. اوعي ايدي. انا مش هاجي هنا تاني ومش هعرف الحته دي خالص. صاحبي ده جزمه لو جيت له انا تاني ولا هنزل من باب البيت خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ تعال احمد. احمد بحبك قوي. بتحبني ايه؟ هو بيقول بحبك قوي. ابني ابني وصاحبه شافونا. شافونا يا ابني. خلاص شافوا ايه يا حاجه؟ شافونا. انا نازله لك. اول مره قعدت بام المنطقه دي. ازاي؟ انا كنت بشوف شقه هنا هشتريها والله العظيم هشتريها. وليه تشتري شقه حضرتك؟
انا ما الشقه موجوده. شقه ايه اللي موجوده؟ اللي هي شقتي حضرتك. مش هنتجوز يا ابني؟ نتجوز ايه يا امي؟ شفت مين ولا مين؟ انت يعني ايه مش فاهم؟ حرام عليكي. يعني دلوقتي انا اكبر من مين؟ ايه؟ اكبر من مين يعني؟ انت اكبر من توت حق امون. اكتر مين؟ اكبر من توت حق امون. جان يا فرنسا دي يا وفرنساوي كمان يا فؤاد. ده بيعبدني يا عبدك. ده بص ده بيقعد يقول لي كلام هنا تحت الشباك وبيعيط بالدموع. هو جايب لي الورده اهي. دموع دموع الندم. ابني موجود اهو. اه واحنا جاهزين وتحت امرك. جاهزين ايه تحت امر مين؟ انا تلات اوض ابني وتلات اوض بحري جوه. ولا تلات اوض ولا ست اوض ولا سبع اوض. ايه قصدك على ايه؟ على الشقه؟ ايوه حضرتك. جواز؟ ايوه يا واد. نو ليه نو؟ لا مش فاهمه. لا لا في ايه حضرتك؟ جواز ايه؟ انت بتورطيني. بورطك في ايه؟ لا 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 احنا بنحب لك الخير يعني. طب ده ايه ترضاها على امك؟ ترضاها يعني؟ ايه يا ستي بعيد عني يا انا ستي. انا بقول لك تقعد معايا في شقتي. انا مش عارف تعرفي ترضيها النهارده. تتقدري منين انت؟ في ايه يا ابني بس مالك؟ الله يخرب بيت ابنك على بيتي كل كريل. اوعى بس في ايه؟ اوعى اوعى في ايه؟ تعالى هنا. تعالى ولا ولا اسمك ايه؟ هاني. هاني ممكن اديك هديه لو تكرمت قبلها مني يعني واردة عشان انت اخلاقك محترم. ممكن تطلعني على الحجر ده شايفه؟ ايوه ايوه عايزك بس تقراهولي عشان فؤاد ابني في المصنع دلوقتي. فا تقراهولي عقبال ما يجي. بس ماشي حاضر يجي بالسلامة. وحشتيني قوي قوي. ايه ده؟ وحشتيني قوي قوي. الله يخليك الله يخليك. مشي. الدنيا ملهاش طعم من غيرك. الدنيا ايه؟ ملهاش طعم من غيرك. ايه تاني حضرتك؟ الدنيا ملهاش طعم من غيرك. ايوه ايوه بحبك قوي قوي. مش سامع دي. بحبك قوي. وانا بعوم في حته دخل في ودني الشمال تحلب فسمع سمع قال لي شويه. سلام. اخر حاجه ايه؟ بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. حبني قوي. يا خبر يا نهار. ابني ابني فؤاد وصاحبه. مش انت اللي قلت لي وانا معدي اقرا الجواب وخد الورده دي عشان انت انسان مهذب؟ انت يا هاني منين هي بلد يا هاني؟ انا اصلا من الصعيد وجاي هنا عند جماعه قرايبي. هو قال لي كده انا مش صعيد وعايز اعيش معاكي على سنه الله ورسوله. على سنه الله والله ورسوله. ايه يا ستي؟ انا نازله لكم. مش انا وانا معدي انت بتنادي لي حضرتك؟ وانت معدي بتنادي لي بتقولي لي اقرا الجواب عشان ابني في اسطوره. انا قلت لك ايه؟ اقرا الزفت الجواب وخد الورده. احنا واقفين بنتكلم وبنتفاهم. طب ما تقول لهم الصراحه حرام عليك. طب انت تعرفيني ولا عايز اعرفك انا؟ هاني 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 انا مش عايزك تقول لي قيمتي قدام ابني. يعني ده جزاء عشان عملت معاكي معروف؟ ايه هو بقى ايه ده اللي ايه؟ معروف يعني قريت لك يعني عملت فيك خير. جبت حروف ايه وحروف ايه؟ عملت فيك خير. جون لي فاجيتي في تباص. يا ست جون ايه وبتاع؟ انا عايز امشي. انت عارف هو راح فين دلوقتي؟ راح فين؟ نسيبه ماليش دعوه. راح يجيب المأذون. مأذون لمين؟ انت مجنونه؟ احنا الاثنين يا ابني. يا ست مش هنتجوز. بتتكلمي ازاي؟ مش هنتجوز يا لهوي. يا ست اوعى. ابني اوعى. يا ست وجوزي بيتخانقوا مع بعض. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. يا لهوي. ولا مؤاخذه يا ابني، اصل انا عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي. استاذ ابراهيم صح؟ استاذ ابراهيم مصري صح؟ الحل الوحيد انك تعمل الحلقه دي. احكيها لك؟ يا ريت. اه وتشرفنا باذن الله. عندك هكون عند حسن ظن حضرتك. طب بص انت هنشاور لك على واحد معدي. ماشي. اللي هنشاور لك عليه هتروح ضربه بدي. هيتلفت تقول له مين؟ لطفي. ولا مؤاخذه يا ابني، اصل انا عندي شعر ساعه تروح وساعه تيجي. أيوة. برافو عليك كدك. اللي في الاخر بيقول ايه؟ راحت. اللي بيقول ها في, ها في ايوه ايوه. طب والله برافو عليك. قول لي بقى هتعمل ايه مع الناس دي؟ اهم حاجه ده انا هزهقهم لك. وانا ساعه بحس انك اتزنقت زنقه جامده هتلاقيني جاي جري لابس لك لبس واحده ست. اه وهنقذ لك الموقف ونعمل شغل بقى جو. وهنعمل جو بس كانك ما تعرفنيش لابس واحده ست. ايوه طبعا فاهم. طب تعالى معايا بقى عند الاستاذ نبيل عبد النعيم نظبط الحته. ايه ده؟ مين؟ سي لطفي. لطفي؟ لا مؤاخذة يا ابني، أصلا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح وساعة تيجي. راحي. طب أنا مش هسيبك النهاردة بقى. إيه؟ إيه حكايتك بقى؟ أنا مش سايبك. أنا بصور بنصور برنامج. برنامج؟ آه. برنامج إيه؟ الأستاذ إبراهيم هو اللي قال لي أعمل كده. أستاذ إبراهيم مين؟ الأستاذ إبراهيم نصر، وقال لي هيلبس واحدة ست ويجي دلوقتي. فين هو؟ أه زمانه جاي. أهو الأستاذ إبراهيم أهو. أهو. يخرب عقلك. يخرب بيتك يا ابني.
لازم تروح النادي يا عبد الوداد. ايه ده الحقني يا عبودات، بتشد الحجار حامل على دماغك. انت جننت يا هلا. كنت فاكرها الاستاذ ابراهيم والله يا معلم. فاكرها مين؟ الاستاذ ابراهيم. ايه اللي حصل بالظبط؟ الاستاذ ابراهيم قال لما تشوف حد معدي اضربه على ظهره، بس قال لي اعمل كده ساعه تروح وساعه تيجي، قال لي في الاخير اعمل له كده. راحت. ايه راحت دي؟ ايوه راحت. راح راحت. انا بقولها راحت يا معلم. ايه تاني سمعني؟ قال لي راحت. اعمل كده. راحت. راحت يعني ايه راحت؟ يعني راحت يا معلم. راحت يعني ارض قصدك راحت. اهو الاستاذ ابراهيم. اهو ابراهيم. مين يا ابني؟ الاستاذ ابراهيم نصر. ده ابراهيم. اهو. ليه كده وكان بتمد ايديك؟ مش هو بس. انت فاكر يعني ان هو لازق دجني يعني؟ ايوه كنت فاكر الاستاذ ابراهيم. حضرتك لازق دجن؟ لازق؟ لا يا عم الحاج. لازق ايه؟ هو شبهه. طب هو ده ابراهيم؟ لا بس كان لابس نفس اللبس. على فكره كان لابس نفس اللبس ده. نعمل ايه في الراجل ده يا ناس؟ يتحبس. يتحبس يا عم الحاج. لا ايه يتحبس؟ يتحبس. يتحبس. لا يا معلم والله بصور برنامج. والله بصور. بتصور ايه؟ برنامج والله العظيم. مين اللي قال لك؟ الاستاذ ابراهيم. يحرقك ويحرقه ألف مرة. كل اللي هتعمله حضرتك دلوقتي عشان لابس ريش كده من فوق لتحت. أيوة. يعني سمعنا صوت فرخة ولا ديك ولا حاجة؟ عيب يا معلم واحد في سني. لا في سني ايه؟ ما انت عملت اللي اكتر منه. لبست ريش لفوق لتحت. أيوة ده تمثيل يا معلم. سمعنا دلوقتي. تمثيل ايه؟ تمثيل. طب مثل لنا فرخة، مثل لنا ديك، اعمل كتكوت على جدك يا معلم. بس عيب واحد في سني يعمل كده. سنك يعني انت عندك 800 سنه؟ امال ايه اللي انت لابسه ده وده؟ ايوه ده ده سيبه يا بيه سيب. اهو قالك سيب. بص انت هتعمل صوت كتكوت او صوت فرخه او صوت ضيق. خلاص يمشي مع الريش ده. خلاص عشان بس نسيبك ويبقى عجابك الوحيد ده العجاب. خلاص ماشي انا موافق. يلا ادام هتسيبوني موافق. وهنسيبك. كو 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 كو. انت بتعمل لي كتكوت؟ ده ديك يا معلم. تعمل لي كتكوت؟ لا ديك والله يا معلم. انا عارف ان ده ديك. انا عايز كتكوت. عايز كتكوت؟ ايوه. سو 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 سو. حلو كده يا معلم. سو سو سو. ما كتكوت. سو سو. وبعدين تقول سو 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 شو 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 سو سو سو. علي صوتك يا غاز. سو 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 شو 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 سو 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 شو شو شو. مين؟ سو لطفي؟ لطفي؟ انت مش لطفي؟ لا مش لطفي. لا مؤاخذة يا ابني، أصل أنا عندي شعرة، ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح وساعة تيجي، ها! ساعة تروح وساعة تيجي، راحت. راحت إيه؟ أنت هتتجنن عليا ولا إيه؟ في إيه؟ خدتها جد يابا، إحنا بنمثل يابا. مثل؟ بنمثل الكاميرا. كاميرا؟ بتمثل إيه يعني؟ أستاذ إبراهيم نصر. فين هو الأستاذ إبراهيم؟ كان واقف هنا دلوقتي. اللي هيلبس واحده ست والله وهيجي. طب سيبني انا هروح اجيب واجي. لا مش هسيبك انا. طب سيبني هروح اجيب واجي. وهيلبس واحده ست والله. مش هسيبك انا. قال انا اهو الاستاذ ابراهيم جه اهو. يخرب بيتك يا نهار ابيض. طلعتني شعري بقى. والله يا معلم ما اعرف. ده هو قال لي هلبس واحده ست وهيجي عشان كده خلعت. مين هو ده؟ الاستاذ ابراهيم نصر. مين ابراهيم زفت ده؟ بتاع البرنامج. برنامج ايه اللي يقطع تاكل البرنامج؟ والله ما اعرف يا معلم. انا ايه حد يعمل كده في حرمه؟ انا اسف يا معلم مش هعمل كده تاني. ده فعل فاضح يا ابني في الطريق العام. والله ابراهيم نصر ده اللي يعمل كده. يخرب بيت ابراهيم نصر ده. وايه اللي انت لابسه ده؟ خد يا ولية. ايه اللي انت لابسه؟ الريش ده والبتاع اللي معفر على دماغك ده. هو اللي يلبس ريش كده اهو. واول ما واحد عدى عليك خبطوه بالجرنان وقول له مين؟ سي لطفي. هيقول لك انا مش لطفي. قول له لا مؤاخذه يا ابني اصل انا عندي شعره ساعه تروح وساعة تيجي. انت شددت الست دي ليه؟ ما اعرفش انا افتكره استاذ ابراهيم نصر قال لي هلبس ست وهيجي هنا. هو اللي قال لي كده. ابراهيم نصر ده شكله ايه يعني؟ جسمه مليان كده وتخين نفس الشكل كده بالظبط. ولا لما اجي لك شد الباروك على طول. طب جيبه يا عم هيروح فين؟ قول بالظبط كنت بتقول ايه؟ قال لي اي واحد عدى من قدامك امسك الجرنان واخبطه على ظهره. خبطناه على ظهره. هروح باصص عليه بخده كده اهو. ايوه. هتقول له مين؟ سي لطفي. ايوه. هيقول لك انا مش لطفي يا عم. قول له لا مؤاخذه يا ابني اصل انا عندي شعره ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة تروح راحت. أنا ما فهمتش منك حاجة خالص وعايز أفهم يعني إيه في الآخر دي. زي إسماعيل ياسين في الفيلم. فيلم إيه؟ فيلم بتاع راحت. أهو الأستاذ إبراهيم جه أهو. قول لهم بقى يا أستاذ إبراهيم، قول لهم على كل اللي حصل. قول لهم يا أستاذ إبراهيم نصر كان أهو أهو. ليه كده؟ ده نفس القميص ونفس النضارة نفس الكاسكيتة. وأنت بتشده ليه؟ هو ده إبراهيم؟ لا امسك يا عم. ده ابراهيم؟ لا مش هو. انت
طب بتشد ليه دجن الراجل؟ انا افتكر ركب شنب ودقنه جاي. اللي انت بتعمله ده يوديك في 60 ده. هو اللي خلاني عملت كده. دلوقتي زي ما انت لابس ريش وراضي تلبس على دماغك ده وعلى رجليك ده كاكي زي الفراخ. لو كاكي تمشي؟ كات كاكي وتمشي. كاكي يا معلم بس تسيبنا امشي على طول. كاكي يا اخوي. كوكو كوكو. اسم الله يا اخوي. اسم الله يا اخوي حبيبي. قلت ايه؟ كوكو كوكو. يا حنين. انا مش متكيف منها. كوكو كوكو شو شو يلا. نسمع. يلا. وهمشي على طول يا معلم. وتمشي مش هنشوفك تاني في الحتة دي كلها. كوكو كوكو شو شو. 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 مين؟ لطفي ولا مؤاخذة يا ابني؟ يا استاذ ابراهيم سيبني اسلم عليك بقى يا استاذ. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا يا حبيبي ربنا يخليك. اصل انا في حوسه لو تعرف انا في حوسه شكلها ايه؟ ليه يا استاذ ايه اللي حصل؟ بقالي في الوقت 3 ساعات الاستاذ المخرج حاطط الكاميرا هناك اهو. المهم ان انا عايز اصور الفقره دي مش عارف صور. لبست بقى كل اللي ممكن البسه في الحياه. الناس كلها عارفاك يا استاذ ابراهيم. طب بقول لك ايه؟ قول يا استاذ. تمثل انت الفقره دي؟ انت عارف ايه هي؟ ايه هي يا استاذ؟ انت هتضرب واحد بالجورنال زي ما ضربتك انا كده. وتقول له مين؟ لطفي؟ ايوه. ولا مؤاخذه يا ابني اصل انا عندي شعر ساعه تروح وساعه تعرف يعني؟ اعرف يا استاذ. حافظها؟ حافظها. انقذني. بس يعني هبان كده في التلفزيون؟ هتعمل مع الناس ايه؟ ده اهم حاجه. يعني الناس يعني ده انا هقطعهم لك يعني هجننهم في الشارع خليهم يجننوا خلي الحلقه دي تعلم ان شاء الله ده. وانا هاجي لك في لحظة ما انت مزنوق هلبس ست واجيلك ماشي لو حصل أي حاجة إن شاء الله مش هيحصل حاجة يا أستاذ. تعالى بس ألبسك هنا. إيه ده؟ مين؟ سي لطفي. لطفي؟ لا مؤاخذة يا ابني أصل أنا عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي ساعة تروح وساعة تيجي راحت. طب انا مش سايبك بقى النهارده بقى. ايه رايك ان بس لازم احبسك يا استاذ؟ اسمعني بس احنا بنصور برنامج. مش هسيبك انا. بنصور برنامج مع استاذ ابراهيم نصر. فين هو الاستاذ ابراهيم؟ قال لي هو هيجي دلوقتي ولابس واحده ست اهو. ايه يا استاذ ابراهيم اللي اخرك كده اهو شفت استاذ ابراهيم بس. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا مرض يا حاجه. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا تعالى فين؟ تعالى كده تعالى كده تعالى كده. انا عايز افهم ازاي تمد ايدك على مرتي. مد ايدك على مرتي ليه؟ معلش يا معلم انا ما اعرفش ليه. انا اسف. انا بسمع استاذ ابراهيم نصر. مين ده ابراهيم ناصر ده؟ هو بيعمل برنامج الكاميرا الخفيه. يخرب بيتك على بيته. في حد يضرب ست كبيره؟ ما اعرفش يا معلم. حقك عليا. ما اعرفش يا معلم. بهدلت خالص بهدلت. معلش يا معلم انا اسف. بس خلاص خلاص سيبه سيبه. ده لو راح جنب هجيبه من بطنه. انت ازاي تمد ايدك على مرتي يا بيه؟ والله بحسبها استاذ ابراهيم نصر والله العظيم صدقني. بتحسب مين ابراهيم؟ المدام. بتحسب المدام راجل؟ يعني انا متجوز راجل؟ ما اعرفش يا معلم. هي كانت هيخش كده برضو مش عارف. هيخش كده ازاي يعني؟ هو لابس ست يعني. وايه ده؟ ايه ده؟ ده هو هو لبسني الريش ده إيه؟ وقال لي اول واحد يعدي اضربه على ظهره بالجنون وتقول له ايه؟ سي لطفي لا مؤاخذه يا ابني اصل عندي شعر ساعه تروح وساعه تيجي راحت. خرب بيتك لبيته. ايه في ايه؟ اهو اهو الحمد لله اهو جه اهو جه بس اهو استاذ ابراهيم اهو. ابراهيم مين يا ابني؟ يمكن نفسك ليه يا استاذ بس حتى ده انه ليه كده؟ مد ايدك عليا. مين ده؟ بلاش هو اللي انت عملته ده يحصل له ايه؟ انا لازم احبسه يا حاج. يحصل له ايه؟ يتحبس. يتحبس وانت؟ يتحبس يا حاج لازم يتحبس. لازم يتحبس يا معلم. اتحبس ليه يا معلم؟ لانك فعلت فعل مش مظبوط. انا عمري ما دخلت اسمي يا معلم. وايه الريش اللي انت لابسه ده؟ ما هو اللي لابسه لي خارج من تقفيصه فراخ. جزاك شيء واحد تدا زي الديك. كوكو كوكو واعمل له المزيكا اللي انت بتدلع بيها دي. كوكو كوكو شو شو. كوكو كوكو شو شو. كوكو كوكو شاو شاو. 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 انا جبت لك اهو المعلم جوزي بقى. خير يا فندم. لو سمحت عايز اي مسؤول هنا لو سمحت اتكلم معايا. طيب دقيقه واحده. انا هقدر حاجه من دلوقتي من حاجه بدل ما دي ده. ها في ناس في زباين عايزين حضرتك. انت صدق مش تمام. في زبائن عايزين حضرتك. يا زبائن
انا عظمي بقى زي الحلاوه الطحينيه. جاي من المحل ومعايا المدام. معلش مش سامعاك. جاي من المحل ومعايا المدام بتاعتي وراكن العربيه بره. اشتري فانيلات. بتشتري ايه حضرتك؟ فانيلات ليا. ليك انت؟ ليا انا. ليك انت؟ هي دي الفانيلات اللي تديها لها؟ تيجي كده مقاسنا دي؟ ايه ده؟ دي الفانيلات اللي انا البسها؟ دي كراجل جزار يلبس حاجه زي دي؟ حضرتك ايه؟ نعم. كراجل جزار. وفي مذبح. انت يلبس جزار. حاجه زي دي؟ انت جزار؟ وفين؟ في المذبح. في المذبح؟ وتلبس ايه؟ فانيلات زي دي؟ افتح القلب شويه، حاول تلبسها حضرتك. البس ايه؟ ما هي بتطول حضرتك. بتطول ايه يا مدام؟ ده كل الموضه حضرتك كده دلوقتي. موضه ايه يا مدام؟ احنا جزارين ما نعرفش الا موضه ولا بتاع، احنا عايزين حاجه فانيلات ليا. لو سمحت. اسم حضرتك ايه؟ ممدوح. اهلا بيك يا ممدوح بيه. انا وديده. اهلا وسهلا. مديره المحل هنا حضرتك. اهلا وسهلا. وحضرتك انت مالك ومال اسمه؟ انت هتناسبيني؟ مش مالك ومال اسمه؟ مش سامع حضرتك. انت مالك ومال اسمه؟ انا عايز اسمعك كويس. قول حضرتك. معلش انا عندي ودني الشمال دي حضرتك فيها طحلب. طحلب ايه وبحلب ايه؟ حضرتك يعني بعد اذنك يا ممدوح. لو سمحت. لو انا انا بستاذن حضرتك. تخليها تسكت بس عشان هي عماله تتكلم ومضايقاني. ايوه يا مدام. ممكن تعلي صوتك شويه بتكرر. لو سمحت يا مدام. اي مسؤول هنا نتكلم معاه. لو سمحت اجيب لك مستر. اتي مستر. اتي مستر. اتي اللي تجيبيه. اتفضل احكي له بقى. انا جاي من المحل، جبت المدام معايا في العربيه وركنتها بره. اوعى. اوعى ايه؟ اوعى. انت بتهددينا ولا ايه؟ اوعى. اوعى ايه؟ اوعى الطريقه دي. طريقه ايه؟ طريقه ايه؟ بنبهك. ايه عاملينكوا دي في البلد؟ نجيب ست فانيلات ينفع دي؟ دي معامله زباين؟ في جزار يلبس حاجه زي دي؟ ايه ده؟ دي تخش دماغك؟ جزار يلبس حاجه زي دي؟ حضرتك اتكلم بعقل بس عشان عادي. هو انت شايفاني مجنون؟ اوعى. شايفاني باكل؟ اوعى ايه؟ اوعى. اوعى ايه؟ انا بقول لك توعى. توعى. اوعى ايه؟ ما انا بنبهك. ما بنتهددش. ما انا بنبهك. ما بنخافش وما بنتهددش. اعلى مفخرك الكبير. اولا في حاجه مهمه قوي كان لازم تعرفوها. ان البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. دي فين دي؟ كانت موجوده فين دي؟ وانا حضرتك وبعدين احنا ما اشتريناش وبقينا نرجع تاني. انا حطها لك بره. شاريه فانيلات لجوز. حضرتك تمبيه. مش حاجات اطفال. البضاعه المباعه لا ترد. ماليش دعوه. ماليش دعوه. احنا شاريينهم وجايين نرجع. يا ستي ماليش دعوه. لكن احنا شاريين. انا عايز الفلوس بتاعتي. عايز الفلوس بتاعتي. انا ماليش دعوه. وادي فانيلاتك اهي. الفانيلات دي ثمنها كام؟ 72. ليه هم كام فانيل؟ سته. 6 12 ب 72. انا هديلك في دوله حضرتك 12 جنيه. ليه؟ ليه؟ شايفه ختم على لعبت هنا؟ ايه؟ شايفه ختم في لعبت هنا؟ فين حضرتك؟ ممكن انا مختومه مش واخد بالي. ايه يا وليه؟ انت بتوريني ايه يا وليه؟ انت شايفاني هاجي في المذبح؟ ده العجول اللي بتتختم في المذبح عندنا. يا ست خلصينا. الله يخليكي. لا يكسروا لك او اولع لك فيه بجاز. يا ست الله يخليك. خلينا على فكره يا ممدوح انت عصبي. يا ست خلينا امشي. عصبي زي المرحوم جوزي. ان شاء الله بامر الله هتحصليه. احسن والله هتحصليه. ازاي يعني؟ زي الناس. ايه يعني فكرة. ما خلصيش دول وتديني الفلوس هتخلصيني بقى. هتحصليه بقى. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ هعلقك ان شاء الله على الباب زي الدبيحه وشفيك وتاكل منك 4 شهور. الشارع ده على الصفين رايح جاي. الست دي سيبها بقى. سيبها ربنا يكرمها. سيب ايه؟ ان شاء الله يجوزك. يا مدام الله يخليك. نعم. هاي يجوزك انت يعني؟ ايوه. من حلاوتك وجمالك؟ هاي يتجوزني. مالكيش دعوه انت. يتجوزني ما تجوزنيش ليه؟ اصم افطر على بصله. انا بصله؟ يا مدام. يا مدام. يا مدام خلصت للدرجه دي؟ يعني انت انا بنظري مش شايف؟ انت بزعلي عشان فاكر ان انا لوحدي؟ ما انا معاك حد. وريني هتجيبي منين؟ انا هجيب لك اصغر ولادي. هات اللي تجيبيه. يا رودي المذبح هناك اللي ابوك بيتخانق جري. رودي تعال. يا ماما دود تعال. الراجل ده بيطالبني بفلوس. انا عايز 72 جنيه دلوقتي حالا. ايه؟ عايز 72 جنيه حالا. مفيش 72 جنيه. عايز 72 جنيه حالا. مفيش 72 جنيه. طب انا جيت من ساعتين اشتريت رنج ب 45 جنيه. ها؟ روحت البيت لقيته بشكير. يرضي حضرتك؟ حضرتك ما عرفتيش دي؟ ايه دي؟ حضرتك؟ ايه دي؟ تنبيه هام. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. ماشي. اهو ادارة المحل. مخبيها ليه يعني؟ مخبيها؟ مش تعلقيها في مسمار ولا حاجة؟ ما هي قدام حضرتك اهي. حضرتك دلوقتي انا بقولك انا عايزة ترنج. مش عايزة البشكير. دلوقتي حضرتك قريتي اليافطة؟ قريتها ولا نايلتها اعمل بيها ايه يعني؟
انا عايزه الترنج بتاعي، انا مش عايزه البشكير. الله يرحمك يا ابله قوت. كانت تقول لي كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. الله يحرقك انت وهي. انا بقولك عايزه الترنج بتاعي. في ايه؟ دينا الترنج بتاعنا ودينا البشكير بتاعك ده نهار ما يضربوا الدم. ايوه مش هجيب 20 جنيه 15 جنيه. انا دافع 45 جنيه. هتجيب 45 جنيه ولا هتجيب الترنج؟ قريت اليافطة عندك. انا مالي امال الزفت بتين دي؟ الله يرحمك يا طنط قوت. انت ليكي طنط؟ ايوه انت ليكي طنط؟ ايوه. انت اساسا ما علم وشك كده راحت. ايش ده يعني؟ انت جابوكي منين؟ طلعوكي بكفاله من الترب ولا ايه بالظبط يعني؟ ما تخبطيش فيا. اخبط ايه؟ اجيلك خبطه في دماغك. اوعي اوعي دي. اتفضلي اهو المسؤول اهو. من ساعتين اشتريت ترنج ب 45 جنيه، روحت البيت لقيته بشكير. اكلم مين يا جدعان؟ بعد اذنك علي صوتك عشان يفهم ايه الموضوع حضرتك. من فضلك انا جيت من ساعتين اشتريت ترنج ب 45 جنيه، اغنيها؟ لا تغني ايه؟ امال ايه؟ اعمل لك ايه؟ دلوقتي عرفت الموضوع؟ شوف لنا بقى حل. خلصت؟ انت بتكلمي ليه حضرتك؟ امال اكلم مين؟ انت بتكلمي واحد ما بيسمعش. انت مجنونه؟ انت وليه انت فين؟ فين؟ دلوقتي خلصيني، شوفي لي حل للموضوع اللي انت بتعمليه دوت. فين؟ طيب هقول لك اهو. قولي قولي حضرتك، انا هشتري منك الفوطه دي ب 10 جنيه. بايه؟ ب 10 جنيه. 10 عفاريت لما انا اتضوكي. ليه في ايه؟ في ايه؟ انت بتعملي دوت؟ في ايه؟ انت ناقصه حالي الدم. هولع فيك وانت واقفه. ولا تقدري تعملي حاجه. في اللي جايبيني. ايوه كمان. ايوه في اللي ولا هتقدري ولا تعملي ليه؟ ما اقدرش ليه؟ هلا بقول لك انا هوريك اعرفك ولا لا. وريني انا هوريك اعرف ولا لا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصي بس بصي بس بصي بس هتصور من غير ما تحس. قميص تدهوني ده؟ انا واخد قميص ب 40 جنيه اروح الاقيه بلوزه حريمي؟ يعني ايه مش فاهمه؟ انا ما اعرفش ده بلوزه حريمي وفي حاجات كده حريمي. الخياطه دي ما اعرفش. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. دي حديتك لا تجيب الحاجه اللي انا منقيها. دي حضرتك ساسونه. ماليش دعوه بالساسونه والبابونه. اوعى اوعى. ايه مجنونه ولا ايه؟ اوعى اوعى. ايه ولا ايه مجنونه انت؟ كابتن حماده. حماده فين؟ حماده ده انت بتكلمي نفسك؟ كابتن بص الاصفر على جنب والابيض. انت مجنونه ولا ايه انت بتكلمي نفسك؟ في ايه حضرتك؟ مفيش حد غيرك في المحل اكلمه؟ ايه الطريقه دي؟ انت مجنونه؟ انت بتتكلم ازاي كده؟ بتكلم كده من بقي يعني محترماك. ما لازم تحترميني طبعا. انا ممكن اديك بالاربعه دول في برخينه. ايه اللي احنا فيه ده؟ انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. هينفع ولا مش هينفع؟ حضرتك دلوقتي انت لابس قميص زي الفل. انا لابس قميص سكره. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. هينفع ولا كسر المحل؟ الله يرحمك يا طنط قوت. طنط مين؟ طنط قوت. قوت؟ ايوه. ولا قوت ولا خيار. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. كانت تقول يعني حلاوه الهدمه. ايه؟ من حلاوه الندمه. حلاوه ايه؟ حلاوه الهدمه. اه هتقولي اشعار. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. هينفع؟ الله يرحمك يا دودون. الله يرحمك. فين ال 40 جنيه بتوعي؟ الله يرحمك. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. هو انت ما بتتأثرش خالص؟ ما اعرفش. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. يعني انا بعيط قدامك لما انت ايه اللي انت بتدهولي ده؟ بتحلقي لي؟ حماده. فين حماده ده؟ رص الحاجات اللي جوه كلها. فين حماده ده؟ ولا يا مجنون انت بتكلمي نفسك؟ الابيض الابيض جنب الابيض. ها ابيض ايه؟ فين حماده ده؟ انت هتقعد تزعلي؟ مفيش حد في المحل هنا غيرك. هديك في مراخيك. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما تزعلنيش منك. ازعلك من اللي انت تعرفيني قبل كده يا ست انت؟ انت لما دخلت شفتك شاب روش ومهدب وظريف. وانا بحترمك عشان انت قد جدتي. قد مين؟ جدتي. يا واد انا ما كملتش 74 سنة. 74 ايه بس؟ انت مده صلاحيتك انتهت خلاص. اوعى. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. اوعى. اوعى مين؟ اوعى. اوعى مين؟ لما اقول لك اوعى توعى. انا هاتيلي ال 40 جنيه، انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. طب اهو. ماليش دعوه باليافطه دي. اهي اليافطه اهي. قلتها لي 100 مره البضاعه المباعله ترد ولا تستنى. بترميها ليه؟ ماليش دعوه. هديك بالاربعه دول. ما تعرفيش تديني بحاجه. انا عايز فلوسي. عايز ال 40 جنيه بتوعي. انت بتغلط فيا ليه؟ ايوه انت وليه مجنونه؟ انا مجنونه. هتجيب ال 40 جنيه بتوعي ولا اكسر المحل وابوظه؟ اوعى. هبوظك البضاعه. اوعى. ما تقوليش اوعى. انا عايز ال 40 جنيه بتوعي. كابتن محمد. كابتن محمد. فين محمد ده؟ في ايه؟ اه دي واحده لو سمحت ممكن؟ معلش الشريط سف مني في العربيه ومش عارفه اطلعه. ممكن تساعدني؟ اتفضل اتفضل اتفضل. اصل الشريط بتاع الشريط ده بتاع كاظم الساهر وانا بحبه قوي، وفي الاغنيه اللي انا بحبها بتاعت لا تقفي مثل المسماري. انا اسمي بشرى. واسم حضرتك؟ انا اسمي زهر. تشرفت. الله بالراحه والنبي بالراحه عشان الاغنيه اللي بحبها. الله الله. ماما اطلع يا واد. اطلع يا واد. اطلع يا اخوي. في ايه؟ مفيش حاجه. في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ ما حصلش حاجه. مفيش ايه؟ مفيش حاجه. انت بتعمل ايه جوه العربيه؟
مفيش حاجه. بتعمل ايه انت؟ شايفه بنتك؟ نقتله. نقتله ها؟ نقتله. 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 شفت امها بتقول نقتلك عشان ده عار. عار ايه؟ بتركبي معاه. بتركبيه معاك عربيته. انا ماشي. ايوه ماشي. ايوه انا ماشي. انت ماشي، هتفضل ماشي عمرك كله. انا وانا معدي فقالت لي بعد اذنك الشريط سف في العربيه. ايوه. فقلت لها حاضره اطلعه لك، ما مش مشكله يعني. فقلت ان انا اساعدها بس. قلت كده؟ اه. انك تطلع ايه؟ اطلع الشريط من العربيه. انت يا حبيبتي ما دام لبست الاشتريشت والبادي مش هتنفعي. وندخلك انجليزي؟ ندخلك انجليزي احنا؟ اخص عليكي. ما حصلش حاجه. انا مش عارف هي بتعيط ليه. ما حصلش حاجه. قول الحقيقه يا صبحي. ايه ما حصلش حاجه. انت اسمك صبحي؟ ايوه اسمي صبحي. ما فيش حاجه يعني. يعني تعرفوا بعض من ميته؟ ما نعرفش بعض. ما اعرفهاش اساسا. تعرفهاش ازاي؟ صدقني حد قالت لي اسمها انا مش فاكره. ما تحكيليش انا. طيب. احكي لصالح. بص يا استاذ صالح، اللي حصل ان انا كنت ماشي فقالت لي الشريط في العربيه بيسف. فانا قلت لها حاضر هطلع لك الشريط من العربيه، بس ده كل اللي حصل. انت بتحكي له ليه؟ مش سيادتك قلت لك؟ قلت لي احكي له. صالح ده حضرتك اخرس واطرش يا ابوي على النهار. بتحكي نهار ايه؟ وريني الشريط ده. ده الشريط ده بتاع مين؟ قالت لي بتاع كاظم الساهر. اه انت كذاب. ايه ده الشريط بتاع هاني شاكر. اللي يكذب في الاولاني يكذب في الثاني ولا ايه؟ لا انا ما اعرفش اساسا. قالت لي الشريط بتاع كاظم الساهر. ما انا لحد ما كنت ماسكه في ايدي دلوقتي مش عارف بتاع ايه. سبحان الله اتلخبط خلاص. وبقى هاني شاكر. مش عم. طب ده يتعمل له ايه؟ اطلقوا نقتله. يتعمل له ايه؟ نقتله. عجبك يا حجه؟ مش عاجبني. عاجبك يا اختي؟ اتصرف يا اخوي نقتله خلاص. عاجبك يا اختي؟ ودار عرنا يا اخو. بقول لك ايه يا صالح؟ ما تبحلكش يا صالح. يا دل يا صالح. شايف؟ شايف. بص بت زي القمر لهطت قشطه وفيها من تقطيعي. يعني احنا بلد مقصله ورجاله 10 على 10. احنا كل اللي هنقول لك كلمه واحده، انت هتدفع بالظبط 100,000 جنيه. 100,000 جنيه في ايه؟ في جوازها. جوازها؟ هتتجوزها. هتجوز مين؟ انا مش بتاع جواز. دي على فكره على 13 واد. سيد ربنا يخليها لك. جواز ايه بس؟ ايه رايك؟ هيتجوزها. انا هيتجوز. انا مش هتجوز حد. هتتجوزها يعني؟ هتتجوز. هتجوز ايه بس؟ هتتجوزها يعني؟ هتتجوز. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور من غير ما تحس. شريط؟ طلع شريط براحة لو سمحت، اصل صفي مني وفي اغنية بحبها بتاعة كاظم الساهر، لا تقفي مثل المسمار. انا اسمي بشرى وحضرتك احمد. يا سلام. بالراحة والنبي بالراحة، اوعي تقطع مني. الله الله الله. اخرج يا واد بره. اطلع يا بت. حج في ايه؟ حج ايه؟ في ايه؟ حج ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده لوك في العربيه؟ مش بعمل حاجه يا حج. ازاي؟ انا ما عملتش حاجه والله يا حج. عجبك؟ ما عجبنيش خالص. بنتك اهي. بنت يا عم. يا حج والله ما فيش حاجه. يعني ايه؟ يا حج والله انا كنت معدي وهي نادت لي قالت لي بس بس، وبعد كده رحت قلت لها. قالت لك ايه؟ قالت لي بس بس. يبقى البنت دي تتجوزها. يا حاج اتجوز ايه يا حاج؟ مفيش حاجه قسم بيني وبينها عشان اتجوزها. هقولها يا حاج. اسمعني اسمعني عشان خاطري انا قسم. لسه دلوقتي اتجوزها ازاي؟ ده انا لسه صغير ولسه عايز كم. انا اجيب فلوس منين اتجوزها وكل حاجه؟ يا رجاله. يا حاج رجاله ايه؟ انا مفيش بيني وبينها حاجه اساسا. انت كل اللي هتدفعه 100,000 جنيه. وانا حلت حاجه قسم يا حاج عشان ادفع فلوس؟ استلف. اكتب شيكات عليك يا حاج. ما ينفعش يا حاج. اتصالات امانه عشان خاطر ربنا. مفيش حاجة. انا مفيش حاجة بينه وبينها إيه؟ اساسا نقرا الفاتحة. فتحة ايه؟ فتحة ايه وانت؟ نقرا الفاتحة. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور من غير ما تحس. اسمك ايه؟ طارق فندم. اتشرفت. وانا بشرى. براحة والنبي براحة براحة. لا تقطع الاغنية. الاغنية. الله 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 الله. الله الله. ماما اطلع. ماما ايه؟ اطلع برا. ايه عم؟ اطلع برا. احب اعرفك دلوك انت واقف مع مين؟ ايوه يا عم الحاج. مع اهل البت دي. انا ما اعرفهاش. طيب دي امها. انا خالها. اهلا وسهلا. خد يا بنتك ولا ما رجالتهم. انت ايه بقى؟
حضرتك انا ماشي، هي اللي ندهت عليا بس بست عليا قالت تعالى شريط سجن. قالت لك ايه؟ ليه انت قطه تبسبس لك ازاي يعني؟ هو ده اللي حصل يا عم الحاج. يعني ازاي حصل ايه؟ ما تبحلجلوش صالح، ما تبحلكش يا صالح. النبي عم الحاج خلاص اقف، ما تخافش وما تعملش اي حركه. حضرتك تتحرك يمين شمال هيجيبوك. انا اقول لك على اللي حصل بالظبط. قول لي اللي حصل بس بالحرف الواحد قوله. حضرتك انا جاي من هنا كده. قول. الاناسه دي راحت من بسبسالي قالت قلت لها انا، قالت لي اه تعالى بعد اذنك عايزك. انت اسمك ايه؟ اسمي طارق يا باشا. طب تقول لك بسبس تيجي؟ يعني تقول لك بسبس تيجي؟ هي عملت كده وانا بصيت عليها. وبعدين؟ بتاع كاظم الساهر سافف. كاظم مين؟ كاظم السافف ولا الساهر. كاظم الساهر؟ اه. كمان قاعدين تسمعوا شريط كاظم الساهر؟ ده بايظ يا عم الحاج. بقول لك ايه يا صالح؟ ما تبحلكش يا صالح، اقف. اقف يا اقف، مالكش دعوه انت خالص. اوقف. عاجبك؟ ما عاجبنيش ابدا. راضيه؟ لا، يتقتل. هو مين ده؟ يتقتل. هو مين يا حاج؟ مين اللي يتقتل؟ مين يتقتل؟ مين؟ ما هو ده عار. ما تقول لهم انت، مش انا بقول الصح كده؟ اقول لهم الحقيقه يا طارق. انت ازاي تقعد في عربيه حاجه ما اعرفهاش؟ ده الشريط ده بتاعه، قالت لي سافر خديه. هو بتاعك، خد يا بنتي. بقول لك ايه يا عم الحاج، انا ماليش دعوه بيها وما اعرفهاش. شمال يمين ما تكذبش. ما اعرفهاش والله. ما اعرفهاش. ما اعرفهاش صالح. ما اعرفهاش يا صالح. صالح خلاص، ما تبحلكش استاذ صالح. ما اعرفهاش. خلاص هيجيبوك لو انت في بطن امك. لا يا عم الحاج، انا بكلمك، انا مش هاجري منك ولا حاجه. انا بكلمك. لا اوقف وكلمني يا عم الحاج. انا جاي من ناحيه دي كده. انت جاي من ناحيه دي. الانسه واقفه هنا قالت لي قلت لها انا، قالت لي انت قلت له بس. ايوه قولي له الحقيقه يا سيد. قلت له ما تقولي له. ايوه الحقيقه. حقيقه مش اللي انا بقوله، هو ده الحقيقه. بتقول طارق يا عم الحاج؟ سالتني دلوقتي وانا بطلع الشريط، قالت لي انت اسمك ايه؟ ما تكذبش يا والله اللي انا بقوله لك هو اللي حاصل. ما تقولي له يا ست. شريط ايه اللي كنت بتطلع؟ شريط حاج بتاع كاظم الساهر. وريني كده. اه يا عم الحاج، خدوا شريطكم، ماليش دعوه انا بقى حاجه. طب ده مش شريط كاظم الساهر. امال شريط ايه يا عم؟ ده هاني شاكر. اهي غلطه. اهي فعلا غلطه ان انا وقفت لك ودخلت العربيه عشان اطلع لك الشريط. يا بنت قولي قولي له، قولي قولي لخالك الحقيقه والنبي، قولي له. قولي الحقيقه. قولي له. قول لهم الحقيقة يا طارق. يا دي المصيبة على طارق وسنين طارق. عاجبك؟ لا مش عاجبني. طب ايه اللي نعمله؟ يتجدد يعني يتجدد. ليه يا حاجة بس يتقتل يا عم الحاج؟ طب اقول لك على حاجة. قول يا اخوي. اقول لك على حاجة. قول يا اخوي. يتجوز البيت. يتجوز. يتجوز البيت. يتجوز يا اخوي وابرك يا ست. هو مفيش حاجة حصلت يا ست. هتتجوز يعني هتتجوز. طب انا اقول لك على حاجة. بدل ما تروحي في داهية. هتتجدد. هقول لك على حاجه يا ست. طيب اسكتي بقى. مش ست، مش هز. تتجوز. تتجوز. حاضر يا عم الحاج، همشي كلامك. همشي كلامك. خلاص انت لو بنت انا طيبه وامتحانات خلاص هتجوزها يا عم الحاج. بصي بس، بصي بس، بصي بس، هتصور من غير ما تحس. جستانو بيترانو ابروز ستيج جاز. هنبدا الاختبارات. اول حاجه الغنى، اتفضل. غنى ايه بيه؟ حضرتك تغني. أنا أغني ولا أدب لبنه في المدرسة؟ حضرتك لازم تغني لأن الوراثات الجينية بتنتقل للإبن، فلازم السنيورة تطمن على إبن حضرتك. غني يا طه. حضرتك لو ما غنيتش هترفض البصير فورا. أي دمعة حزن لا، أي لحظة حيرة لا، عايشين عايشين سنين أحلام، دايبين دايبين في أحلى كلام. كويس كده مين؟ الرياضة مهمة جدا زي ما السنيورة قالت. حاول حاجة كده ودي أي حاجة عشان تخلص من الدورة. مستحيل طبعا إن أنا راح أطلع على العجلة وهنا وأقعد ألعب رياضة عشان خاطر بقدم لابني أجي ألعب رياضة. مستحيل كده يا بيه. في ايه بالظبط؟ انت رجعتي. كلمة سنيورة، كلمة سنيورة، كلمة سنيورة، كلمة سنيورة. يا طه استحمل شوية. أرجوك يا مدام. أنا بس سكوزا، سكوزا حضرتك مش عارفة بس قولي لها سكوزا. مستحيل طبعا. أنا سكوزا. إيش الشعر؟ ايش يا شباب؟ طبعا كده كويس خلاص. السنيوره هتغير لكم التمرين خالص عشان ما تتضايقوش. دي راستان. سيبها انت بس كده. ربنا يسامحك. كويس يا سنيوره، اتفضل مستر طارق. الحمد لله.
ايه ده يا بيه؟ بامبرز. بامبرز ايه؟ ليه يعني؟ عشان حضرتك تمرين. عملت دي تمرين، اعمل تمرين تاني؟ اتفضل حضرتك. مش هعمل تمرين تاني انا اصلا، ومش عايز اقدم لابني خالص من الحاجات دي. ضروري على فكره ده دي برشف دي كتير بتبمبيرو. ايه بتقول ايه دي؟ انت رشتاني انت واجب تاجي تيجي وتعمل. يعني ايه يا بيه؟ طيب يعني ايه؟ السنور بتقول ده انت بتعمل انا اختبار شخصي ولا بتعمل ايه اختبار شخصي؟ طبعا. انا داخل اصلا الجيش انا ولا طه استحمل. بيت ريت رشتاني. اوكي كلمة 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 سنور امسك يا بيت رشتاني. ايوه تفضل يا مستر طه. لا حضرتك سوري سوري انا مش عايز اعمل رايبه خالص اصلا هنا. انا مش عايز اقدم لابني. سيب ساعتك بتاع دي خالص. انا مش عايز اقدم لابني هنا. مش عايزين المدرسه دي. هات الزيت. بتشتاتر ترى شوف يلا يا ولاد يلا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه. هقول لحضرتك على حاجه. يلا مش ما ينفعش لازم كده. طب اتفضل بس اتفضل ايه ده في ايه؟ خلصينا من الدور ده. هتقدمينا ولا مش هتقدمينا المدرسه دي؟ يا بيه انت فين الراجل اللي كان هنا واخد الدوسات دي؟ طب يا بيه اسمي ورا ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتشتات طبعا انا عملت حاجات دي. اه مستحيل طبعا. هتمضي حضرتك مش عايز ابدا مش عايز ابني يروح المدرسه دي. تا تا لا تا تا هين مش تا تا بيتي لسه تا 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 انا بقول له تا تا في البيت مش تا تا مش تا تا مش تا تا ليه قلت لي بقى تا وقفتي حالنا اصلا ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت قلت تبع تورينا دي مدرسه دي ولا جنود حيوانات ولا ايه الموضوع بالظبط؟ فين الاستاذ اللي هنا اصلا قاعده في الاوراق دي؟ ام دي الورق عشان نمشي. انت رد على مسترك ثاني يا نبيل اسعد باشمهندس تعالى خلصنا الموضوع ده. لا فاهم حاجه ولا مدير ولا فاهم اي حاجه. ايه ده؟ احنا جايين اختبار قاضي هنا ولا جايين اختبار ايه؟ ولا جايين مدرسه ولا جايين رياض اطفال ولا جايين ايه الموضوع بالظبط؟ في ايه انت مجنونه؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ بنت التيشر ستات تتر انت اصلا عارف بقول ايه؟ بيجي راشتر روح شوف الرجل الثاني. في ايه ده لو كده؟ خد الرجال خد الرجال خد الرجال. رايح دايما في ايه؟ في ايه؟ انت خارب رجل انت يا ريت تعرفوا نفسكم يا سنيورة مدام زيزي. ها؟ مدام زيزي. سيد. سيد. واضح ان ما تسمعش كويس عايز صوتك شوية. سيد. هنبدا اول اختبار الغنى. هتتفضلي حضرتك ولا الاستاذ؟ غنى ده من ضمن الشروط ده حضرتك؟ ادوانداته بيشتغل. مين اللي يغني انا ولا هو؟ حضراتكم انتوا الاثنين. احنا الاثنين. ايوه. طب ليه؟ طب الفرد لما بنعرف طب نغني يعني نغني نقول ايه؟ بربرتاتي بكتاتا خشي برجر دي برسنية روالجر عربي انجليزي ايه اللي رايح حضرتك؟ بس اغني ايه؟ اغني عجرم ولا اي حاجة من انسي عجرم مش حافظاها انت حاجة اللي على بالك حبيبي قرب بص 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 زعلان ازعل ازعل نص نص بس مش عارفة حاجة دي تعجبك يا مدام زيتا زيتا زيزي زيزي انت ريكوردي تشيلو شكرا زيزت ها يس شايف زيزت يس يبيوريتير انا نو فيكي مش بفهم مش بفهم العربي بيش فاضي الورتي برني هديت انجليزي عربي انت سايبنا محتاسين كده يا استاذ زخاري عمال اتكلمنا سالت حاجات كتير قوي مش فاهمين مدام زيزتا مدام زيزتا يعني انا اللي حاجه العجله دي دكتور يا ستي برج
برج الجرس تركي رانهم جرب يا سيد. مش معقولة يعني، مش معقولة عجلة يعني بعد ما شاب بعد السن ده كله اركب عجلة؟ ربنا انا مش مقتنعة. خلي بالك كل ده في صالحنا يعني، دي نقاط في صالحنا. اشتري هنا اشتري. قول لي ازاي؟ ازاي؟ مدام دي تت زادت. وانا كمان؟ لا 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 لا. يجي وجي اني ورينو. ميرسي ميرسي. بنهنيكي على اختيارك لجوزك، بتشكر فيه لانه رياضي. زيجة تاروكي زيجة زيجة وان 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 تيروكي تبريا ليه؟ يا مستر والنبي ربنا يخليك ما تسيبناش لوحدنا. تي بارشة انا مش معقولة يعني. ليه مش معقولة؟ ايوه مش معقولة احنا كبرنا الحاجات دي. يا عمك بنت ايه ما شغلانة يعني؟ بنتي رينا 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 روبرت ستاكس. اه ايه عشان كده الحمد لله ان احنا فهمنا حاجه. يا استاذ زخاري قول لها حضرتك ان ده راجل رياضي مش محتاجه انها تعمل كل الاختبارات دي. هاتي بوري كاري كاري كاري. برافو هاتي برافو. اخ في حكايه. في ايه تاني؟ انا اتخضيت. مش معقوله كده بصراحه. هي بتخضنا كده ليه؟ مش استاذ زخاري في البرواكرة شعر. يا يا ايه دي كمان؟ بيت الاشتراني معقولة يا بوريتوروني فراتوني. يا سيزي اللي خلاك عملت اللي قبل كده اعمل دي خلاص بقى وخلصنا. ترابو كمان ترابو ترابو برافو برافو يا استاذ زخاري. ادوق من منين فين الاستاذ زخاري؟ كرستانو بيرو جاستانو. يا استاذ من فضلك قول اذا كان في حاجه تاني. يا ست عرفتينا يا اسكندريه انا ما اعرفش الا العربي. الكلمتين اللي اتعلمتهم في ايام الجامعه نسيتهم. مش معقوله كده. عرفتينا تعبتينا. فين العفريت بتاعك ده؟ راحه تندهله ان شاء الله هتموت وهي بتندهله. ايه ده؟ راحه فين دي؟ في ايه؟ اخاصمك واسيبك؟ لا انت حبيبي ومنيا اللي دوبني والبعد عن هوايا بيت اخاصمك. برافو 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 حسن حسن. يبرو تشوفوش السنور. عايز تسمع حضرتك وتقول يعني جبار في اسوته جبار. هيا بس يا فيلو نيرا فار وانتو 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 مكاني. حضرتك مش حافظ الجبار كمل اغنية بقولك. خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش اعرف ان النهاردة في ايدر عيون دي تقدر تخون بالشكل ده. هجيبكم بيت الرباتو. برافو 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 رجل بني. ايه مستر زخاري يوريكم بيتو فيديو ده باستينو من هنارو. مبي هنارو زخاري. ايه بيتر عشان هجوري بو بيشو سي بانادو اتروزن لو ريبورا بيرانو بوف. فضل مستر سيدي فضل. ايه اختبار يلا. طب الاختبار ده للبنت الصغننه هي اللي تعمل كده للطفله مش انا. بامبينو بامبينو دي وقت برشلونه فيها اللي تاش في برشلونه بيه ريجا من الثاني ريجا ريجا شنو بده. حضرتك الاساس مش الطفله. ارجوك ما تزعلش اتفضل ده تمرين بسيط. قوم 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 يا ربي يخليك بقى. هاتي بقى هاتي بقى هاتي بقى هاتي بقى يا خاري. ايه سينيورا سنة برانتو. ايه ده؟ المرحله الاخيره. طب ده كده عيب بقى بجد عيب. لا 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 كده ما ينفعش. انا مش هعمل حاجه زي كده. لا 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 مش هعمل. معلش عشان خاطري انت جننتي. دي ممله. معلش برافو برافو. انت بايخه وبارده قوي. اه والله قلتك سودا. لو طلبت حاجه ثانيه انا قلتك سودا. ايه انت مش فاهمه خالص. ربك يا دعاء صراحه دعاء 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 زفت. زفت. ايوه دعاء زفت على دماغك عشان جبتها. اساسا على دماغك ايه؟ جبتها جبتها. ده انت ايه ده؟ يا خالي 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 ي
عشان هو قال لي انا عايز اعمل لك مش عارف ايه. يا استاذ جاهز؟ اه حبيبي. طيب احنا هناخد ماشي. ما انا حافظه وبعدين اللي بعديه بعدين. ميرسي يا تمور. اوكي يا استاذ. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك. اهلا بيك. انت حسين ابن عم مهران؟ لا يا فندم، ده انا بس كنت معدي فقلت اسلم على حضرتك. انت واضح انك ليك في الفن، بترسم بتعزف؟ لا وافهمش حكايه الفن، انا ليه في التمثيل. يا سلام، والله العظيم انا بتحب التمثيل يعني جدا جدا. شكلك فعلا ممكن تبقى في يوم من الايام. طب ليه ما خدتش معهد مثلا في مسرحيه او سينما؟ او بحاول. تحب تبقى بطل فقره نار ضحك يكسر الدنيا؟ يا ريت والله. ايه ده؟ ده حبر. انا عارف انه حبر بس ليه يعني؟ مش فاهم. انا عملت حاجه غلط يعني؟ حضرتك شايف غير كده؟ لا انت صح، بس عد طيب من 1 ل 10 وتشوف ده يحصل فيه يعني. من 1 ل 10؟ اه يعني حضرتك تبوظ لي القميص. لا عد 1 دم 2 دم 3 دم كده بس. غلطتي. 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9. غريبة قوي. شفت؟ شفت؟ سحر. عشان لما اقول لك على حاجة، اصل انت ايه افتكرتني ان انا ببوظ لك قميصك. هي اللعبة كده، هي اللعبة ببساطة وبلطافة. واللي شاور لك عليه تروح مناوله. اديك القلم، اتفضل. القلم ده بالجلدة اللي تحت دي هتدوس عليه هيطلع كل الحبر في قميص اللي قدامك. اوكي؟ اوكي. اتفضل عند شجرة؟ اتفضل. طبعا القلم اللي انا اديتهوله الحبر بتاعه مش هيطلع ابدا. كابتن. نعم. ايه ده؟ ايه ده؟ انت جننت يا ابني انت؟ ما تقلقش حضرتك، هو دلوقتي هتختفي حالا. مالهاش ايه؟ هتختفي حالا صدقني. ايه مجنون انت ده؟ صدقيني يا فندم هتختفي إيه حالا. ايه اللي انت عملته ده؟ يا خرابي. يا فندم صدقيني هتختفي حالا. ده حبر. طب انا ورايا مشوار، اروح دلوقتي ازاي؟ اروح كده ازاي دلوقتي؟ هتروح المشوار بس عد لحد 10. هيروح؟ هيروح. 1 2 3 4. حضرتك بتستعجل قوي. مستعجل؟ اه. بص على زي اللي حصل معايا. قول 1 دم 2 دم. ايه؟ دم 3 دم. ايه؟ ايه قول كده بس. انت مجنون يا ابني؟ لا انا مجنون ولا حاجه والله. ايه دم دي؟ تعالى ادي الاسم. ايه ده؟ انت بقالك 3 4 ايام على الطريقه دي؟ بس ببص من فوق على السطح كده، ماسك التلسكوب بتاع حسام ابن 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 ابني وبتفرج، لاقياك ماسك طوبه وتضرب الناس على قرنها او حبر وتطلقه. ليه يا ستي؟ والله انا اول مره اعدي من الشارع ده والله. ابني فؤاد جه. تعالى يا ابني هنا. تعالى. في ايه يا ماما؟ شاور يا فؤاد، الولد ده مسك قلم الحبر وراح بزقه كده على القميص بتاع فرغلي. بتعمل كده ليه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، والله زي ما بقول لك كده، انا ما بكدبش في حاجه. انا هكدب ليه ولا هعمل كده ليه؟ ايه الراجل ده؟ قميصه ده اللي باظ، هيعمل فيه ايه؟ اعمل ايه حضرتك طيب؟ مش فاهم. 200 دولار. اه. او 200 يورو بلاش دولار. يعني مين اللي قالك تعمل الليله دي بقى؟ والله العظيم استاذ ابراهيم نصر زي ما بقول لك. بس هو ما قالكش كده. يعني طب حضرتك ايش عرفك انه قال لي كده ولا مش كده؟ انا عارف. عارف. هذا كلمه؟ اتفضل. ايه ده؟ لا عادي ولا يهمك، ثواني هو هيطلع. عادي ولا يهمني؟ بس استنى بس، عد من 1 ل 10 وهو هيطلع والله. عد ايه من 1 ل 10 ايه؟ عد بس، عد واحد من عد من 1 ل 10 والله العظيم هيطلع. صدقني هيطلع. القميص باظ. لا ما باظش، عد بس من 1 ل 10. ايه ده؟ عد بس من 1 ل 10. عد من 1 ل 10؟ ده لعبه حضرتك. هو عد من 1 ل 10 وهتطلع. هنلعب في الشارع يا كابتن انت ولا ايه؟ لا مش هنلعب، بس عد من 1 ل 10 بس وبعدها هتطلع. انت قلقان ليه؟ والله عد من 1 ل 10 وهتبص لها تلات على طول. طب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هتطلع صدقني. ده حبر ده. معلش هيطلع، انا عارف انه حبر بس هيطلع. حبر سر هو. هيطلع على طول. طب ممكن هعد انا؟ ما تعدش انت طيب. انا هعد. بص 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 دم. طب بس ممكن حاطط سبيدي بس عشان اعرف بس اعد. معلش سيبيني بس عشان ابقى مرتاح. سيبيدك؟ معلش انا مش هبيتك النهارده غير في الاسم. 1 دم 2 دم. انت هتعيد من الاول تاني؟ معلش يا ماما حضرتك لخبطتني. معلش انا معلش استحملني بس. 1 دم 2 دم 3 دم 17 دم 18 دم 121 دم 122 دم 123 دم. هنفضل طول اليوم نعد في دم بقى ولا ايه؟ انا عجزت جنبك. القميص الاشفر، القميص الغالي،
اللي انا جايبه لك من كوالالمبور. دفعت 121 دولار عشان اجيب له القميص ده من 6 سنين. انا حزين اخذ القميص ده، ده ليه ذكريات عندي ما تتخيلش يا ابني. تقوم تبهدله له كده بحاجة. انا اقول لحضرتك على اللي حصل والله، وانا قابلت استاذ ابراهيم نصر. ما تكذبش، هتديش من الاربعه دول واحد تجيب براخينك واتنين التانيين في براخينك. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ما قابلني استاذ ابراهيم نصر حضرتك. محروق بجاز. وبعدين؟ ماشي حضرتك زي ما قلت، هو رش عليا الحبر. ايوه. قال لي ادي من 1 ل10. ايوه. عديت من 1 ل10 وطلع. أيوه. وطلع. هو قال لي قبلك اي واحد رش عليه. رشيت عليه؟ اه. وما طلعش اهو. طب وانا عملت كده؟ ايه رايك؟ طب ليه حضرتك ايه رايك كده؟ طب ليه حضرتك كده طيب؟ وده برضه مش هيطلع. انا عايزك تمسك النضارة دي يا ابني. امسكها هوريك ايه اللي هيطلع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما تقلقش حضرتك، ده حبر هيطلع على طول بعد ما تعدي 10. اتجننت يا ابني؟ ما انا متعدي 10 حبر هيطلع. انت مجنون؟ هيطلع على طول. يطلع على طول ايه ده حبر؟ لو حضرتك جرب كده ما نشوف. 1 2 3 4 5 6. امال ايه ان شاء الله؟ عد 1 بوم 2 بوم بوم. اه بوم. ايه انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ عد بس كده، عد كده بس. اعد كده؟ عد كده بس. انا مش مجنون زيك عشان اعد كده. فاضيين لك عشان تعد مش تعد. خلاص اعد انا. تعد انت؟ اه. عد يا اخويا. 1 بوم 2 بوم 3 بوم 4 بوم 5 بوم 9 بوم 10 بوم. ما راحتش. بتهرج؟ بتهرج. ممكن نجرب تاني عادي. نجرب تاني ايه؟ نجرب تاني. تجرب تاني ايه؟ القميص يبوظ كده؟ في ايه يا جماعه؟ استاذ ابراهيم نصر. اي ايوه ماله ده؟ قال لي رمى علي حب. رمى عليك انت؟ اه. فين يا كذاب؟ ما هو طلع لما عديت من 1 ل10. تعالى اقف هنا اهو. ما تتحركش من مكانك. عشان انا ما احبش الكذب ولا الكذابين. هو قال لي كده. طب وتعمل كده ليه فرغل؟ ما انا افتكرت الحبر هيطلع زي ما حصل فيا. ابني فؤاد جه الحمد لله. احكي لي الحكايه من الاول، ايه اللي حصل بالظبط؟ عايز اعرف. انا قلت الحكايه مليون مره. لا انا عايز اعرفها دلوقتي قدام ابني فؤاد. الحكايه ان استاذ ابراهيم نصر قابلني ورمى عليا حبر. ايوه. والحبر بعد ما عديت 10 طلع الحبر. ها ازاي؟ عديت قلت 1 بوم 2 بوم 3 بوم 4 بوم 5 بوم 6 بوم 7 بوم 8 بوم 9 بوم 10 بوم. ما انتش عارفني؟ ها؟ لا. ايه؟ لا. ناسي. ناسي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. تأمرونا بأي حاجة حضرتك؟ في ايه عندك؟ لا انا كل حاجة موجودة حضرتك، لو انت عايز منين ممكن، لو عايز فراخ بط حمام. دي واحد كباب وواحد فراخ بانيه يا صاحبي. فين الفراخ؟ الفراخ هنا. هنا؟ حط الفراخ. حضرتك اتفضل. ألف هنا تفضل. يا رب يا فندم الاكل يكون عجب حضراتكم. لا لا لذيذ ممتاز. جميل جميل. لا جميل بصراحة. طب احنا علشان لاست اوردر حضرتك. جميل. فبس بنطلب من معاليكم انكم تقولوا لنا تشربوا ايه ساعة صوتكم. تشربوا ايه؟ تشربوا ايه؟ اي حاجة برتقال. اي حاجة فريش يعني عصير فريش. بس ده لاست اوردر حضرتك، اجيب لك اي حاجة فريش. اوكي ماشي. طب بليز حضرتك عشان الحساب. كام الحساب؟ من غير العصاير. 75. ميرسي زو حضرتك. ميرسي يا هاني. اتفضل. فرصة سعيدة جدا. دي كادو من محل حضراتكم. أهلا وسهلا. ميرسي. ميرسي. اتفضل. شيل كل بقى الحاجات اللي موجودة. شيل. هاف نايس تايم. باي. باي. في باب تاني طيب هنا بقى ولا ايه؟ شوف كده يمكن يكون في باب تاني. يا مير يا جماعه اللي موجودين هنا. عمرو شوف حاجه نبدا انا اعمل ايه؟ ماما اهدي طيب انا معاك اهو. يا باشمهندس انت يا حيوان اللي موجود هنا. ايوه يا ادم يرد عليا.
ايه حبسنا هنا يعني ولا ايه؟ مش فاهمه. استغفر الله يا رب. مفيش اي حد، مفيش اي حيوان حتى اكلمه. يا سادة مش هينفع كده بجد، انا اتاخرت. ايه دي يا ماما؟ انت الحيوانات اللي هنا. ما انا بندى، ما فيش اي بهيم راضي يرد عليا اصلا. ايه دي يا رامي؟ ايه دي يا رامي؟ ايوه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا قاعد في الوكاندا هنا ولا انت نايم؟ ايه المنظر ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت يا استاذ، انت كلمني. ايوه حضرتك. انت نايم هنا ازاي اصلا؟ دلوقتي مش مستر تيمون مخاري قالك هابل اينشتاين؟ مين مستر؟ في واحد قال هابل اينشتاين. اللي عدى دوت. انا دلوقتي جيت قعدت عندكم وعايز امشي، الاقي الباب مقفول عليا؟ احنا دلوقتي عايزين نخرج، افتح لي الباب. انا مش فاهم منكم حاجه بصراحه. يا انت هتلففني وراك المحل. ما انا مش افتح لي الباب، عايز اخرج. الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي انا هنكتبه. حضرتك ما تقدرش تكسر حاجه. هنكتبه وعلى دماغك. اتفضل اعمل انت عايزه، انا تحت امر حضرتك. يا عم ما تعمليش كده، افتح لي الباب. انا مش هقدر حضرتك. افتح لي الباب. بص بقى انت عملت ايه؟ ازعجت زمايلي نايمين. طب افتحوا لي الباب زمايلي دول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. احنا فين هنا؟ مستشفى المجانين دي ولا ايه؟ يا عم ازعجت مين؟ انتوا ايه اصلا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ كنا نايمين. ما تكلم انت ولا في ضهري يا بخور. دي انا لسه لازم اتكلم معاك. امين يا عم تذكرني. يا عم استنى، ما بتكلمش معاك. يا بيه قلت لك جمله ما فهمتهاش. ايه هي؟ لا انت ولا الاخت رانيا. يا عم مالكش دعوه برانيا، ما اسمعش رانيا. الاخت رانيا حضرتك مش متكلم. انت ما تقدرش اسمع على لسانك. قال انت مالك في ايه؟ ما انا بكلم حضرتك. انت مجنون؟ مجنون؟ تفتح لي الباب دلوقتي. ما تكلموش رانيا. عمرو ايه؟ ارجوك ارجوك. انت مش عامل حاجه، عمال تتكلم كده وخلاص. طب انا اعمل ايه يعني؟ افتح لي الباب صراحه. عايز تضربني؟ اتفضل. مش هضربك. افتح لي الباب. سيبوني على حق. انا هكسر لك الباب ده لو ما اتفتحش. يا باشا كسره، احنا تحت امرك. دي لازم تروح بمعاك، وانت ما تعرفش ابويا يبقى مين. دي ابويا مين؟ ابويا مين؟ ما ينجمعش. افتح الباب بقى وانا اوريك ابويا يبقى مين. المحل ده هيتقفل، المطعم ده هيتقفل على الحوش. المفتاح مع مين؟ ثانيه واحده كلمني. المفتاح مع مين؟ لسه راجل. ابوك مين؟ سيب العيال. ما تقولش اسمي. المفتاح مع مين؟ مع مسيو ريمون. فين مسيو يوسف؟ روح. نمرته كام مسيو يوسف؟ هات الموبايل انا اطلبه. خد الموبايل اطلبه. حضرتك بيتفتح المكان هنا الساعه 9، ده اللي انا عايزه. ايه؟ 9؟ 9 صباحا. 9 دقيقة. استنى. استنى يا ابو 9. استنى، ما احنا هنجيبه من بيته اهو. افتح. اهدي يا ماما. مسيو ريمون. استغفر الله العظيم. لي نو دي سيان دي شانس دي. اتفضل الهبل بقى والعبط. ايه اللي بيقوله ده؟ يلا ما هي نعصاه. ايه بقى؟ ايوه الموضوع بقى. بص بص الموضوع انتهى. ايوه ازاي؟ خلاص الموضوع انتهى. ازاي؟ عرفني بقى ازاي انتهى؟ الخروج الساعة 7 مش 9 حضراتكم، ولا مفيش مشكلة. الساعة ايه؟ الساعة 7. ايه وديك باك في الشارع؟ بص بقى انت واعي اللي انت بتقوله؟ انا هقفل لكم ام الزفت ده. هو انت عشان ده محل محترم ما يقفلش الجامعة الزباين. وبعدين يعني انت مش ناوي تفتح الباب دوت؟ انا اللي عايز اعرفه. بص بقى باباكي مين؟ الباب ده لو ما اتفتحش دلوقتي خليتك سودا زي وشك كده. انا عودتي باباكي مين؟ خليتك سودا زي وشك. انت اللي بره. باب. انت اللي هنا. مفيش حد موجود هنا. ايه كام ده ولا مطعم؟ دلوقتي اوامرك ايه يا باشا؟ عايزين نروح. ايوه معلش عايزين. انت هتنام وهتنامنا جنب منك. عايزين نروح. ما احنا هنروح كلنا يا باشا. يعني هنبيت احنا؟ انتوا بايتين في المحل. انا هنبيت احنا. انا هقول لحضرتك. الكام ده ولا مطعم؟ انا جاي اتعشى وامشي. عايزين نخرج، عايزين نروح. ما تخليش الراجل ده زعقني. مالكش دعوه بالراجل دوت. تعالى في عيال المخروبه دي. بيزعق لحضرتك. معايا زعق من حاجه زعق. لا انا كنت دفعت فلوس عاوز اروح. لو لو انت بقيت من المحل عاوزين نروح احنا. انت عارف ان ده بايد حضرتك وانا مانع. انت مش شغال هنا؟ لا انا شغال هنا بس انا مش بمانع. عارف كل حاجه. افتح لنا الباب بدل ما اكسره على دماغك. هقول لحضرتك اكسره على دماغك. مين اللي معاه المفتاح؟ ريمون. وفين هو ريمون؟ في البيت حضرتك. طب هنجيبه منين ريمون؟ افتح لنا الباب انت اتكسر. هتفتح الباب ولا بلغ البوليس دلوقتي؟ ويخلص بالتليفون. خلينا نمشي من هنا يا عم الحاج. الو مش ريمون ليون دي ياد دي فوستان. هاي قول له ريمون واقول له بتاع واقول له مش عارف ايه.
بص يا عم الله يخرب بيتك خلص. هقول لك على كلمه. بقول لك خلص. هقول لك على بقول لك خلص. هات التليفون. هقول لك هات التليفون. هات التليفون. هكمل معاك. انت راجل كبير. هات التليفون. كمل مع رمون عشان نخلص. حضرتك الكارت خدت مفتوح. حاضر يا بيه. اصل القرعه تتباهى بشعر بنت اختك. بلا قرعه بلا خرعه. ايه اللي جاب القرعه بالقرعه هنا في المطعم ده؟ انت هوز دي بمباص. هات التليفون لو سمحت. بيقول لحضرتك ممكن يجي. اقفل التليفون. ممكن يجي يفتح لكم. من هيجي يفتح لكم؟ ده انت ده الساعه 7. هتفتح الباب ولا مش هتفتح الباب؟ هنا في تكييف حضرتك جوه. ما ينفعش. مش عايزينه. طب في بالي ممكن. ما يلزمناش. عايزين نروح. قوم افتح الباب. كل حاجه في بيتنا. قوم افتح الباب لو سمحت. عايزين الباب يتفتح ولا نكسره؟ طب ثانيه واحده. ولا اتكسر ولا حاجه بقى. انا هكلم ميسو ميري باوس. يا رب بقى الاكل لا لا لا, لا تمام الحمد لله الحمد لله. لا انا بزباين عندكم ان شاء الله. لا وفي كمان دلوقتي عشان لاست اوردر اجيب لحضرتك عصير على حساب محل حضرتك. يا سيدي كتر في خيرك. شكرين. 16 جنيه بس يا فندم. ماشي الله يخليك. طب حضرتك ليك باقي بقى. ده عشان ليك باقي. ده عشان. طب اشكرك جدا. متشكر جدا جدا. هاف ا نايس تايم. باي 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 باي. ايه ده؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ انا لوحدي هنا؟ ايه ده؟ انت عمال؟ انت عمال؟ الله 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 الله. احنا اتحبسنا هنا ولا ايه؟ في ايه هنا؟ انت عمال؟ انتوا العالم اللي هنا، انتوا يا بشر. استغفر الله العظيم وكل ذنب. مفيش بني ادمين هنا؟ حد رد علينا. ايوه ايوه. ابدا يا ملانا. ايوه ابدا اللي بتقول. ايوه رد عليا. مين انا؟ اسمه ده انا محبوس. ايوه انا جاي اهو. انا جاي اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت لابس كده ليه؟ يرضيك حضرتك الناس والكلام ده؟ اه ده انا زعلان. ايه مالينا مالينا؟ مش هحط تنام على دماغه. افتحوا لي الباب. طيب ده حضرتك دلوقتي بس عشان نتفاهم. مسيو رومون هو اللي قفل حضرتك بره. انا ما قفلتش حضرتك. ولا مسيو رومون ولا حطران ولا زفت. اتصلوا عليه شوفوه لحسب لكم الباب. هل من ممكن حضرتك تبيت معانا والصبح؟ قال ايه يا اخويا؟ تطلع ايه يا اخويا من هنا؟ انتوا فاتحين القنده بقى على كده بقى؟ لا حضرتك. يبقى كل يوم بقى زبون بتعملوا فيه كده هو؟ لا يا فندم. ايه انام معاك يا فندم؟ لما اقول اسيب بيت وعيال عشان انام معاكم؟ دي عشان دي واحد ينام معاك. انت ممكن لوحدك دلوقتي بيجامه صغننه كده؟ بيجامه اتصرف. اكسر الباب ده اكسرهولك. حد الله ما عتب لكم المطعم ده وعامل لكم سبعه واصحى بره هنا اهو. الو ايوه ايوه مش رمون. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا باشا. انا مرتاح كده عشان خاطر. انا مرتاح كده. ميسيو رومون دي فرونسي سان فرانسيس. لا اتكلم عربي يا حبيبي عشان افهم بتقول له ايه. عشان حضرتك هو ما بيعرفش غير فرنساوي حضرتك. قوله بالفرنساوي اللي بتتكلمه ده بالعربي اللي انا بقوله لك. هولع في المطعم هكسر الدنيا كلها. ميسيو رومون بي دوت سيبي كونسين ادي فوتي للمطعم تشوف اوف سبان اتيز. زعلان الراجل زعلان. زعل لما سمع كده. انا قلت له نفس الكلام اللي حضرتك قلته. بقى واخد على خطر. اه والحل ايه بقى لا مؤاخذه؟ طب استناني بقى. اه مش عايزك تزعق عشان هو ما اداش عشان خاطر. طب اديني بقى الموبايل لا مؤاخذه وانا اتصل بعيال يجوا يدغدغوا الدنيا هنا اهوت بقى دلوقتي. اخليها كلها تراب. بص يا متر بنجيب من الاخر خمس ثواني ويتنفس خروجي دلوقتي حالا من مطعم الزفت ده. حاضر. مفيش هولع لك فيه. حاضر ماشي. حاضر. انا واقف اهو وهمسك الخمس ثواني بالساعه وبالثانيه.